بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من الثانوية العامة، لأنه الساعات اللي فاتت كلام كتير عن النتيجة، عن الوزارة طلعت بيان بتتكلم فيه على بعض النتائج أو العينات اللي طلعت من خلال تصحيح مواد الثانوية العامة، على الأقل المواد اللي كان فيها بعض الشكاوى من ولادنا أثناء الامتحانات. النهاردة كان فيه يعني بيان إيجابي بيطمن الولاد وبيطمن أولياء الأمور على مادتين اللي امتحنوهم واللي كان بعض بيشتكي منهم. كانت هناك نتائج إيجابية من جانب البيان اللي صدر النهاردة عن وزارة التربية والتعليم، يمكن هنتكلم عنه بعد شوية وهنعرف تفاصيل من الأستاذ شادي زلطة متحدث باسم وزارة التربية والتعليم. مساء الخير على حضرتك. مساء النور أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وللأستاذ المشاهدين. أولا تصحيح الخاص بمادتين، العينة بتقول إيه، ولا ده تصحيح نهائي بالنسبة لهم؟ لا، هي لسه إجراءات التصحيح والرصد مستمرة يا أستاذ أحمد، ولكن إحنا زي ما بنطلع رسالة طمأنة حوالين المؤشرات الأولية لنسبة النجاح، يمكن اللي أعلنا عنها النهاردة في مادتين الكيمياء والجغرافيا تجاوزت نسبة 92% في المادتين. ويمكن احنا في الفترة اللي فاتت برضو اعلنا عن نسبة النجاح في مادة اللغة الألمانية الأولى اللي جاب نسبة 96.25%، ومادة التاريخ اللي بلغت نسبة النجاح فيها 96.43%، واللغة العربية كانت نسبة المؤشرات نسبة النجاح كانت 96.62%، واللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وأخيرا الفيزياء. دي كل المواد اللي تم الاعلان عن مؤشرات النجاح فيها. الفيزياء كانت 94.21%. هاي واضح انه بنتكلم على مؤشرات كلها ايجابيه تقريبا معظم المواد حتى الان. يعني طبعا المؤشرات كويسه الحمد لله، ويمكن بس انا في نقطه مهمه عايز اكد عليها استاذ احمد. احنا يعني اي مؤشرات بتنتهي او بيتم الانتهاء منها يعني بنقوم بالاعلان عنها على الفور. يعني نتمنى ان ما يكونش هناك اي حاله تخمين او مثلا ترديد لشائعات متعلقه بنسب متعلقه بمواد او حتى عن حتى موعد اعلان النتيجه، لان في اجراءات كثيره بتتم في اطار الاجراءات المتعلقه بالتصحيح لحين اعلان النتيجه. استاذ شادي معلش، لان انا تابعت امبارح والنهارده يمكن كلام كثير على النتيجه، وناس حددت حتى الميعاد هيكون يوم كذا. لا، ده امر غير صحيح تماما يا استاذ احمد. احنا لحد دلوقتي لسه جاري تصحيح بعض المواد، لسه في اجراءات متعلقه برصد الدرجات لمواد، في اجراءات متعلقه بمراجعه بيانات، في اجراءات متعلقه حتى بعد ذلك بقى بتطبيق درجات الرأفه في المواد للطلاب اللي هم اللي جابوا الحد الاقل من الحد الادنى. نعم. للنجاح. فيعني في عدد كبير من الاجراءات اللي بتتم، ومجرد ما الانتهاء منها تماما هيتم الاعلان عن موعد اعتماد النتيجه باذن الله ان شاء الله. طيب، اللي احنا بنتكلم على اقصى تقدير اسبوعين ثلاثه بالكثير؟ لا مش بعيد قوي كده، مش بعيد قوي يعني، ولكن احنا لا يعني احنا باذن الله ان شاء الله يعني الاجراءات مستمره والجهود مبذوله بشكل كبير جدا وبشكل منضبط ودقيق علشان يبقى فيه ضمان لكل النتائج طالعه دقيقه وصحيحه بشكل كامل. فبمجرد ما الانتهاء منها هنعلن على طول باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. وزي ما بقول لحضراتكم ان ده موضوع يهم البيوت المصريه كلها. اي كلمه خاصه بالثانويه العامه لا قدر الله ممكن تعمل قلق لو حد قال معلومات مش دقيقه. فلازم نشوف التربية والتعليم، البيانات الرسمية، التصريحات الرسمية، ولكن هذه مرحلة محدش يستبق الإعلان الرسمي أو القرارات الرسمية أو البيانات الرسمية الصادرة عن التربية والتعليم، وخاصة ما يتعلق بالثانوية العامة، النتائج، الإحصاءات، إمتى موعد إعلان النتيجة. يعني أكيد الوزارة زي ما قالنا شادي دلوقتي يعني خلال مش هتكون وقت طويل زي ما أنا قلت كده أسبوعين أو ثلاثة، لأ هتكون يمكن أقرب أكيد من هذا التوقيت، وبالتالي ننتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله في الموعد لوزارة التربية والتعليم بعد ما تخلص كل إجراءاتها، لأنه عندهم منظومة طويلة عشان عملية رصد الدرجات ومتابعتها ووصول الأوائل والنسب وغيره، كل ده بيكون بياخد وقت مع لجان التصحيح الخاصة بالثانوية العامة. روح النهاردة كان في
لقاء مهم للفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي. والقائد العام وزير الدفاع بيجري يعني لقاءات متعدده مع قاده المناطق والجيوش في مختلف على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه. السيد القائد العام النهارده التقى بالجيش الثالث الميداني وقياده قوات شرق القناه لمكافحه الارهاب فريق اول عبد المجيد صقر، وايضا بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه طبعا قائد الجيش الثاني وقائد قوات شرق القناه لمكافحه الارهاب، وعدد كبير زي ما حكم من قاده جيشنا العظيم وابطالنا اللي موجودين في سواء الجيش الثالث او قياده مكافحه الارهاب. وطبعا السيد القائد العام النهارده كان في رسائل مهمه جدا لابطالنا ولينا كمان، لانه الجيش لما عندما يتحدث القائد العام للقوات المسلحه المصريه او اي قائد في القوات المسلحه بتكون رسائل مهمه ورسائل كلها طمأنه ورسائل تاكيد على الجاهزيه ورسائل بتؤكد طبعا فيما يتعلق بمصر وجيشنا العظيم وايضا استعداداتنا، وزي ما نقول كده جيشك لازم يبقى جاهز بغض النظر في سلام ولا في السلام، جيشنا بيبقى جاهز لانه السلام بيتطلب جاهزية القوات المسلحة، وايضا تأمين حدودنا على كل الاتجاهات الاستراتيجية الاربعة اللي هم يعني فيهم لهيب من النيران، وبالتالي لابد القوة هنا الجيش وتحرك الجيش وايضا الجاهزية في اي وقت جاهزية، لانه اي بلد النهاردة ما عندهاش جيش وحضراتكم تابعتوا وبتتابعوا الدول تنهار بانهيار جيوشها، لا يمكن دولة ترجع دولة وهي ما عندهاش جيش، خدها قاعدة، عندك جيش في دولة، ما عندكش جيش ما فيش دولة، طب هترجع؟ لا مش هترجع. بنقول الكلام ده بقالنا سنوات وهفضل أقوله سنوات إن شاء الله يدينا ويديكم الصحة ونشوف مع بعض ونشوف مع بعض. تنهار الجيوش واستهداف الجيوش هو أمر لدى أعداء أي دولة تدمرها دمر جيشها اضرب جيشها. أمريكان لما غزوا العراق في 2003 أول حاجة عملوها إيه؟ حلوا الجيش العراقي، حلوا أجهزة المخابرات العراقية، حلوا جميع الأجهزة الأمنية في العراق، عملوا كده. سوريا، هل سوريا بالكامل النهاردة ونتمنى يعني تعود سوريا على كامل حدود، هل حدود سوريا كلها تحت سيطرة الجيش العربي السوري؟ لا، سوريا فيها الجيش التركي والجيش الروسي والجيش الأمريكي والتحالف الدولي، وفيها تنظيم داعش الإرهابي، وفيها جيوش كثيرة جدا، ومش عارف الجبهة الديمقراطية مين وسوريا، يعني فيها جيوش متعددة سوريا. أدينا شايفين في دول أخرى قريبة وبعيدة وضعها إيه، دول من سبعينيات لحد النهاردة ما رجعتش دول، ما عندهاش جيش. فعشان كده حضرتك عندما تعمل اللجان الإلكترونية في هذا الأمر اللي هو محاولة زعزعة ثقة الشعب مع جيشه، ما هو ده جيشنا، كل دول ولادنا كلهم من أبناء هذا الوطن، مين بيت في مصر ما خدمش في القوات المسلحة أو ملهوش حد في القوات المسلحة أو ملهوش حد هيدخل القوات المسلحة، مين؟ ما فيش بيت في مصر ما فيش كده، يا خدم يا بيخدم يا هيخدم إن شاء الله، هو ده الجيش المصري. جيشنا جيش دايما نقول ايه جيشنا، حدش يقول لا جيشنا، ان كل واحد فيهم يمثلنا، كل واحد فيهم من ارض مصر بيدافع عن هذه الارض وحمايتها، وعشان كده الجيش المصري لديه عقيدة حقيقية، مش جيش حد، مش جيش حد، هو جيش يدافع عن الدولة وكل وعن الشعب المصري. فناخد بالنا من اي محاولات. قائد العام النهارده بيتكلم مع ابطالنا ومع ابطال المقاتلين
بمختلف الرتب والدرجات يعني، نقدر نقول كده عليهم يعني، لان كل الرتب والدرجات موجوده حاضره هذا اللقاء، وزي ما احنا شايفين كده. طبعا بتبقى رسائل مهمه. قائد العام فريق اول عبد المجيد صقر بيشوف طبعا كان من كام يوم في المنطقه الشماليه وقوات البحريه، النهارده الجيش الثاني الثالث اسف، قبلها كان في المنطقه المركزيه العسكريه، ثم ياخد على المناطق والجيوش، عندنا الجنوبيه، عندنا جيش ثاني، عندنا الغربيه، وعندنا كثير من التنقلات والتحركات اللي بتتم، لانه كمان الاطمئنان والتاكيد، وايضا لانه لدينا قائد العام وزير الدفاع، وبالتالي بيتابع كل التطورات وينقل لابطالنا ما يدور على الساحه الداخليه والخارجيه والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، يتم نقلها من خلال القائد العام للقوات المسلحة. ايه التحديات اللي عندنا؟ طب احنا شايفين اهو التصميم والإرادة وتحدي كل التحديات اللي تواجه مصر من خلال هو. انا النهاردة كلنا احنا قاعدين الحمد لله وفضل الله وكرم الله يا رب علينا، مطمئنين وآمنين والحمد لله، وزي ليه؟ عشان عندك هؤلاء الرجال مع الشرطة، مع رجال الشرطة هنا، الأمن، جناحي الأمن في مصر، الأمن والأمان، قوات المسلحة والشرطة. أما تبقى الجاهزية كده على أعلى مستوى، يبقى حضرتك تروح بقى وتعيش حياتك زي ما أنت شايف كده. طب لا قدر الله في أي مشكلة زي ما كان عندنا في فوضى 2011 و12 و13، مش كده؟ كان البلد حالها إيه؟ لكن النهاردة الحمد لله فضل وكرم. تعالوا نتابع القائد العام الفريق اول عبد المجيد صقر في مع ابطال الجيش الثالث الميداني وقياده قوات شرق القناه لمكافحه الارهاب، ورسائل في غايه الاهميه. تابعوا كويس قوي وركزوا كويس قوي، وعايز حضراتكم دايما تبقوا كده شايفين جيشكم العظيم كل وقت، تبقوا شايفين الجيش العظيم. نتابع. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري. وألقى اللواء أركان حرب هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية والحفاظ على الأسلحة والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية، كذلك الاهتمام بالفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا، ليظل رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضين في أداء المهام المقدسة المكلفين بها. وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وأن القوات المسلحة هي حصن الوطن ضد أي تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري، وأوصاهم بمواصلة البحث والاطلاع لزيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة. كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة. سيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولقاء مهم ورسائل مهمة جدا لأبطالنا، وهذه الرسائل بتكون للجميع، لشعب مصر العظيم ولكل واحد طبعا بيتمنى، ودايما الجميع يتمنى الخير والسلامة
لمصر. نروح لعالم الكبير الدكتور زياء حواس، لانه لقينا كمان ايلون ماسك دخل على المزاعم الخاصة بالأهرامات ومين بنى الأهرامات ومين ومين. دكتور زياء أولا مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، إزيك؟ عايز ألحق قبل الماتش طبعا، وبالتالي طبعا ما أنا في حد كلمني قلت له شوف يعني في الماتش محدش كلمني خالص. لا احنا قلنا قبل الماتش نلحق. إيلون ماسك كمان دخل على المزاعم، إيه الهدف؟ إيه الرسالة؟ والله هو شوف يعني طبعا أنا دايما بقول يا أستاذ أحمد إن أي إنسان ما يفهمش معلومات عن الأهرامات ويبص للأهرامات لا يمكن يتصور إن بشر بناها. ليه؟ لأن هو مش عارف حاجة. لكن لو هو درس الحضارة المصرية وعارف إن ده المشروع القومي بتاع مصر كلها، وإن الثلاثة مليون نسمة اللي كانوا عايشين في مصر كلهم كانوا بيشتغلوا عشان يبنوا هذا الهرم عشان الملك يبقى إله، وبالتالي إيلون ماسك راجل جاهل، راجل غني صحيح لكن ما عندوش معلومات. فطبعا هو عنده فولورز اتباع كتير جدا بالملايين. فلما عمل التغريده بتاعته دي اتنشرت في كل مكان في الدنيا. فانا رديت عليه في نفس الصفحه بتاعته، بعت له ورديت عليه في الصحف الاجنبيه. ونزل هو تغريده على فكره بعديها بحوالي 6 شهور وقال انا اسف جدا وانا بعتذر وان المصريين هم بناة الاهرام. انا مع الموضوع ده ما اعرفش ايه اللي جددوا يعني تاني يجدلوا تاني. لان الموضوع ده انا رديت عليه بمده بسيطه والموضوع كان انتهى تماما. وانا دايما اقول الحضاره المصريه دي الحضاره الوحيده في العالم ان كل واحد عايز يبقى يتمسك بيها، يبقى تحت يعني يقول اي كلام، ان يقول لك ان السود هم اللي اصل الحضاره، طبعا الكلام ده كذب. نعم مش عارف كليوباترا السوداء الكلام ده مش صح. نعم الناس جو من الفضاء بنوا الاهرامات، كلام كله تخاريف، لان احنا عندنا كشفنا مقابر عمال بناة الاهرام اللي بتثبت للعالم كله ان الاهرامات اللي بناها المصريين وانها لم تبنى بالصخرة. واهم كشف حصل بردية من 3 سنين اسمها بردية وادي الجرف، كشفت في ميناء في سيناء، مكتوبة بالهيراطيقية والهيروغليفية. راجل رئيس عمال بيكلمنا عن الهرم وانه راح مع 40 عامل وراحوا ترى بقطعوا الحجارة وبيدلوها على مراكب ضخمة وبياخد المركب من طريق قنوات تتصل بمواني امام الاهرامات وينزلوا الحجاره اللي بيكسوها الهرم وبيته ليله وام الصبح. بعد كده راح سينا وحكي لنا كلام وقال لنا خوفه كان بنى قصر جنب الهرم، ويعني معلومات كلها مكتوبه بتؤكد النواحي العلميه الخاصه بان المصريين هم بناة الاهرام. لكن كل الكلام ده دايما اقول ان كل هذه الافكار في نهايتها مزبله التاريخ. دكتور زاهي، وليه كل شويه هو مصر واستهداف مصر وكمان استهداف الاهرامات من اي حد؟ يعني اي حد النهارده عايز يتكلم يقول لك الاهرامات دي مش كذا واحنا مين اللي بناها، ويدخلوا في هذا يعملوا لغط حتى لو كان مجرد اكاذيب ومزاعم. ليه بيعملوا كده طول هو الوقت؟ طبعا هم بيحاولوا طبعا. الاهرامات دي اهم حاجه في الدنيا. الاهرامات دي ومنطقه الهرم ليس لها مثيل في اي حضاره. العظمه بتاعتها ازاي اتبنت، السحر بتاعها، يعني فيها اشياء عظيمه جدا. الاهرامات وابو الهول هي اهم اثر في العالم وهي احدى عجائب الدنيا 7 الوحيده اللي زالت موجوده. وبالتالي اي حد نفسه ان هو يقول، انا كل يوم بيجي لي ايميل كل واحد عنده فكره عن الهرم، اقول لهم يا جماعه قبل ما تكتب حاجه اقرا الكتاب بتاعي. انا كاتب كتاب انا ومارك لينر اللي يعتبر يعني من اهم الناس المتخصصين في الاهرامات معايا، اسمه الجيزه اند ذا بيراميد، الجيزه والاهرامات. الكتاب ده يمكن اكثر من 1000 صفحه. عاملين فيه كل رد على كل الاسئله اللي ممكن اي بني ادم في الدنيا يتصورها. وبالتالي اي حد بيكتب حاجه اقول له من فضلك اقرا الكتاب بتاعنا الاول وبعدين اتكلم. فاي واحد بقى يقول لك يحب يتكلم عن كليوباترا مشهوره، نفرتيتي مشهوره، الاهرامات يعني. فبالتالي الحضاره المصريه لو سالت طفل، انا لسه جاي من ايطاليا بعد سلسله محاضرات، بقول طفل لو عنده 8 سنين في ايطاليا وسالته قلت له مصر، هيقول لك الحاجه هرم خوفو، ابو الهول، الاهرامات، توت عنخ، المومياوات، توت عنخ امون. نعم دي حاجات لها سحر ولها يعني تشوق في الحضاره المصريه. وبالتالي كل واحد في الدنيا عايز ينشر يجيب سيره الاهرامات. وفي النهايه كل هذه الافكار ليس لها مكان في التاريخ اطلاقا، وانا ماسك عصايه واي حد بيتكلم برد عليه فورا. طبعا
طبعا حمايه، كلنا بنحمي اثارنا وتاريخنا مش كده؟ طبعا طبعا، يعني ده واجب. وانا الحقيقه يعني اي تغريده بتتم من اي بني ادم برد عليه فور، ما بردش على فكره داخليا، انا برد خارجيا. صحيح. في نفس المكان اللي هم اتكلموا فيه عشان اللي سمعه يعرف الرد العلمي. وانا كنت سعيد جدا لما هو قال الماسك ده رد وقال انا اسف، انا بقول للمصريين هم بنات الاهرام، وبعد كده اتكلم عن كليوباترا حاجات ملهاش اي طعم ولا حاجه. دكتور زاهر، لكن انا حمله حضرتك مستمره اللي هي اعاده اللي اثارنا اللي موجود تحديدا، بتكلم على بريطانيا، بتكلم على فرنسا، بتكلم على المانيا. طب هي مستمره، لكن انا بالنسبه لالمانيا في 15 سبتمبر باذن الله هنبدا الحمله الثانيه لعوده راس نفرتيتي من برلين. وعايز همتك معانا يا استاذ احمد وتساعدنا في ان المصريين كلهم يحاولوا يوقعوا على هذه الوثيقه عشان نبين للعالم كله ان الثلاث قطع المهمه اللي موجوده في خارج مصر لازم ترجع: راس نفرتيتي من برلين، حجر الرشيد بن رحب بريطاني، القبه السماويه من اللو. وصلنا كم توقيع حتى الان؟ والله حوالي 350 360 الف، فانا نفسي اصل للمليون. فانا يا ريت كل اسبوع مره كده تفكر الناس. حاضر. يطلعوا على الصفحه بتاعتي ويمضوا على الوثيقه. حاضر. واشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا دايما دكتور زاهي حواس العالم الكبير. طبعا نروح لاخبارنا الليله، وزي ما بقول لكم الدكتور زاهي يعني موضوع مش محتاج ان احنا نعمل دعايه، دي حاجه خاصه بينا احنا كلنا. نتكلم على مليون توقيع، احنا 100 مليون مش قادرين نجمع مليون توقيع عشان نرجع اثارنا، سواء موجوده في بريطانيا او موجوده في فرنسا او موجوده في المانيا، والبدايه تكون راس نفرتيتي من متحف برلين باعتبارها منتصف شهر سبتمبر القادم. مش هنقدر نجمع مليون توقيع كلنا شباب مصر واهل مصر وشعب مصر. حمله جمع مليون توقيع لحد دلوقتي اتجمع 350 الف و 370 الف لحد النهارده. هل دي حاجه بالنسبه لنا يعني صعبه؟ صفحه الدكتور زاهي حواس ندخل عليها ونعمل توقيعات بتاعتنا، مليون توقيع من الشعب المصري عشان نرجع اثاره وتاريخه اللي اتسرق واللي خدوه واللي بيستفيدوا منه وعارضينه بره في متاحف بتاعتهم بيجمعوا، واحنا اللي يهمنا مش فلوس، يهمنا تاريخنا يبقى موجود عندنا، ما حدش تاني يبقى واخده من بلدنا ويستفيد بيه ويعرضه على انه قال لك دي حضاره مصر بس احنا خدناها ومش هنرجعها. طب واحنا ازاي يعني؟ ازاي انا كمية مليون مش قادر اجمع مليون توقيع؟ فين الحملات يا جماعه؟ فين كل واحد النهارده يقدر يعمل على صفحته ما الدكتور زاهي حواس المليون توقيع يتعملوا؟ ده ياخدوا ساعه، لو احنا ياخدوا ساعه مش يوم ولا شهر ولا سنه ولا اتنين. مليون توقيع، عندنا ما شاء الله شبابنا في الجامعات وفي وشباب مصر وكل اهل مصر، ده مش محتاج لا ده يبقى هنا ولا ده هنا، كلنا نعمل حمله مع بعض نشارك لاعاده اثارنا المنهوبه والمسروقه واللي موجوده بره واللي موجوده فيه. ادي دكتور زاهي حواس اهو، ادي صفحه دكتور زاهي حواس، لو سمحتوا ادخلوا على صفحه العالم الكبير دكتور زاهي حواس لو سمحتوا، وادخلوا عليها وساعد دكتور زاهي وساعدونا، ساعدوا بلدكم. اللينك التصويت موجود على صفحه دكتور زاهي حواس. عايزين مليون توقيع، مليون مواطن مصري يدخلوا على صفحه دكتور زاهي حواس عشان نرجع اثارنا اللي موجوده في برلين وفي متحف اللوفر وفي في بريطانيا. هل دي عمليه محتاجه صعوبه يعني؟ ده اسهل حاجه ممكن نعملها، بس خلونا لما نعملها نعمل ايه؟ لما نجمع المليون توقيع دول كلنا كمصريين، هل محتاج النهارده الجامعه تعمل ولا الاعلام يتكلم؟ ده محتاجه بس الناس، كل مواطن فينا يدخل على صفحه الدكتور زاهي حواس من فضلكم، وادخلوا وساعدوا، بنساعد بلدنا، بنقف مع بلدنا. هي هذه حمله شعبيه هدفها استرداد اثارنا اللي موجوده في فرنسا والمانيا وبريطانيا. تخيل لما نعمل ده نلحق ايه 350 الف دول؟ لا ده احنا بدل مليون نجمع مليون واثنين وثلاثة. تخيلوا مليون واثنين وثلاثة، مليون وعشرة مليون، يقولوا ايوه عايزين نرجع. مش مليون، ده مليون رقم بسيط جدا لعدد سكاننا، واحنا بنتكلم على حضارة، بنتكلم على دولة، بنتكلم على شعب.
بيرجع حاجته اللي موجوده اللي اتنهبت واتسرقت واللي خرجت سواء بطريق شرعي او مش شرعي ولا غيره، المهم هي مش موجوده، هي بره. في ثلاث متاحف. فارجوكم لو سمحتوا، هذه صفحه العالم الكبير الدكتور زيا حواس، ادخلوا لو سمحتوا اللينك الخاص بي ال 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 ادخلوا على اللينك والتصويت عشان نجمع مليون توقيع على الاقل لاسترداد اثارنا، وهذه حمله يقودها العالم الكبير الدكتور زيا حواس. ده اتمنى كل الدوله ومؤسساتها والوزارات والجهات المعنيه، الحمله دي مش خاصه بالدكتور زيا حواس، هي حمله مصريه. كل واحد فينا عنده دور يا جماعه وعنده مسؤوليه، ندخل على صفحه الدكتور زيا حواس، نبص عليها وندخل عليها. دي مسؤوليتنا كلنا. اخبارنا ايه الليله؟ وصول الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لمطار العالمين في زيارة لمصر، وحمد لله على السلامة، نورت مصر شيخ محمد بن زايد. كل التحية لشيخ محمد وكل التحية لشعب الاماراتي الشقيق المحب لينا واللي احنا كمان بنحبهم جدا جدا، الحمد لله على السلامة. دايما شيخ محمد كل سنة لديه حرص شديد على التواجد في الساحل الشمالي، العالمين الجديدة والساحل الشمالي بالكامل بيبقى موجود الشيخ محمد. وطبعا يعني أشقائنا في دولة الإمارات، يمكن الأسبوع اللي فات وأنا هناك شفت ناس كتير جدا جدا، طبعا كله زي ما بقول لحضراتكم موجودين ومنورين ومشرفين، والشيخ محمد بيحب يبقى موجود في مصر وموجود كمان، وتلاقوه دايما الشيخ محمد بيتحرك وبيشوف الناس وبيتحرك وسط الناس وبيتكلم مع الناس ويتصور مع الناس، دايما كده حركته بتكون وسط الناس، وسط المصريين والسياحه اللي موجوده، واشقائنا العرب واشقائنا من دوله الامارات اللي بيبقوا موجودين في هذا التوقيت، اللي هم بسم الله ما شاء الله يعني موجودين بمنتهى القوه في مصر بالكامل وخاصه العالمين والساحل الشمالي كله. الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع، لدينا منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الاستراتيجية. القائد العام اتكلم على الأمن القومي، اتكلم على شرح طبعا ما يدور في العالم والمنطقة ودور طبعا جيشنا العظيم، اتكلم على التحديات المتغيرات في المنطقة والإقليم، اتكلم كمان على القوات المسلحة ودورها أيضا في التنمية، التنمية الشاملة طبعا، جيش التنمية الشاملة، ودايما بنتكلم على هذا الأمر لأنه ده له جانب آخر، القوات المسلحة مش مجرد كمان عملية التأمين والأمن والحماية والحدود، لا كمان تساهم ودورها في منتهى الأهمية والقوة في التنمية الشاملة. مصر عاملين تدريبات، فهناك رصد إسرائيلي لتدريبات الجيش المصري على مدافع كوريا الجنوبية اللي هو المدفع الهاوتزر الكي 9 لسه كنا اللي هو دكتور سمير فرج الأسبوع اللي فات كان بيتكلم عنه، وكنا بنتكلم عنه قبل كده لأنه كان واحد من اللي يمكن كنت حريص لما كنا في إيدكس السنة اللي فاتت نتكلم عن هذا المدفع. واضح المدفع ده دخوله وجوده عامل دوشة، والاسرائيليين طبعا بيتابعوا، احنا اكيد كل الجيوش بتتابع بعضها طبعا. امريكا تحذر اسرائيل اياكم وضرب بيروت. السيد احمد ابو غيط الامين العام للجامعه العربيه يحذر من اتساع دائره الحرب في المنطقه. وسط ترقب الرد الاسرائيلي، دول عربيه واجنبيه تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا، وحتى شركات الطيران أوقفت رحلات كثيرة من وإلى بيروت، وحتى لبنان نقلت العديد من طائرات الخطوط اللبنانية الشرق الأوسط إلى أعتقد إلى قبرص، نقلوا لأنه خايفين أيضا أنه ممكن يتم ضرب المطار أو يتم تعرض هذه الطائرات للضرب وغيره، وهناك مخاوف شديدة على عدوان إسرائيلي جديد على لبنان.
واضح انه التسريبات اللي بتقول ان اسرائيل مش هتعمل ضربه كبيره، ولكن هتكون ضربه محدوده على بعض المواقع ولن تكون ضربه كبيره، لانه ممكن الضربه الكبيره تؤدي الى التوسع وتكون في حرب اقليميه. ايران بتهدد، ورئيس الايراني النهارده بازشكيان اللي تم امبارح تنصيبه رسميا من جانب المرشد الاعلى علي خامنئي بيحذر النهارده ايضا من اي ضربات توجه الى لبنان، وبالتالي واضح انه ممكن تكون ضربه محدوده. هل ممكن تبقى ضربه محدوده؟ وماذا عن حزب الله؟ هيرد على ضربه محدوده؟ الامور تتسع ولا لا؟ الساعات اللي جايه، لان هم طبعا حتى الشركات الاوروبيه النهارده لغوا رحلات الطيران النهارده وبكره لحد يوم الاربعاء الى لبنان. فهل النهارده بكره بعده؟ محدش عارف. ارتفاع اسعار النفط مع تزايد القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الاوسط. الفريق الكامل الوزير النهارده كان في مؤتمر بين وزاره الصناعه والبيئه كمان حول الطاقه او الصناعه الخضراء، وهذا المؤتمر مؤتمر مهم وخاص ب الخاص بالتنميه الخضراء، واللي كان حضره الفريق الكامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعه والنقل، وايضا الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه، والدكتوره رانيا المشاط وزيره التخطيط والتعاون الدولي. وتحدث الفريق الكامل الوزير النهارده في كلمه مهمه اتكلم فيها على الصناعه وعلى المراحل الفتره القادمه، واتكلم على الاجراءات اللي بتتاخد فيما يتعلق بالشركات والطاقه الانتاجيه القادمه. اتكلم ايضا على الخطه الخاصه به، اتكلم على 7 محاور بعد شويه يمكن نتكلم عنهم، 7 محاور يتعلقوا بعمليه الصناعه في الفتره القادمه والتسهيلات اللي تتم، والواردات هنعمل فيها ايه، والتصدير هنعمل فيه ايه. نسعى لتحقيق طفره صناعيه لتعزيز الانتاجيه وجذب المستثمرين. دكتورة رانيا المشاط أيضا 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة، وده خبر مهم أيضا من الشركاء الدوليين لتنفيذ 32 مشروعا. وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد 400 مليون يورو قروض ومنح لتحقيق التنمية الخضراء في الصناعة. النهارده كمان في جولة مهمة جدا للدكتور خالد أبو عفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لمحافظة بني سويف. جولة مهمة، وجولة كمان وزير الصحة هنتكلم عنها بعد شوية، لأنه عمل الجولة شاف طبعا المستشفيات، دخل عدد من المستشفيات في محافظة المنيا، وكان معاه الدكتور محمد دهاني محافظ المنيا، آسف محافظ بني سويف. وفي بني سويف الجولة معلش لأنه جولاتهم عاملين جولات في الصعيد كله، ولكن النهاردة كان الدكتور خالد أبو عفار في محافظ بني سويف، ودكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. عمل جولة دكتور خالد أبو عفار على عدد من المستشفيات والتقى العديد من المرضى. ودكتور خالد أبو عفار زي ما بقول كده، وكنت بتكلم امبارح وعلى مدار الأيام اللي فاتت، انه الجولات دي لاكتشاف اي مشكله عشان نحلها. طيب ده نزل النهارده شاف مستشفى مثلا فيها 2 مثلا قدام حضراتكم، مستشفى ناصر مثلا، عمل الجوله الدكتور خالد ابو عفار في الجولات، بيلاقي مستشفى ناصر وعدد الامراض التامين الصحي وبني سويف التخصصي عدد من مستشفيات، لقى مثلا في مستشفى فيها 2 غرفة عناية مركزة، فأخذ قرار إيه؟ على طول، ما هو على الطبيعة، عمل إنه المستشفى دي يبقى فيها 5 غرف مش 2. ليه؟ عشان عدد المرضى، وكمان تقليل فترة الانتظار، مدة الانتظار، قوام الانتظار. يبقى بدل ما كان عندي غرفتين عناية مركزة يبقى عندي 5، يبقى بتساعد الناس. يبقى هنا ما ينزل وزير الصحة ويعمل جولات، ولسه كان عندنا نائب وزير الصحة وجولة طويلة في الأيام اللي فاتت في سوهاج وبني سويف، ويسمع الناس، يقابل أطقم الطبية، يقابل زي ما نقول الجيش الأبيض، وبيبقى دعم، بيتكلم معاهم، يشوف مشاكلهم كمان، يشوف المرضى، بيحل على طول، إيه مشكلتك؟
فورا بياخد قرارات، بيقابل لان هو مهم ان انت حركتك بتاخد فيها اجراءات وتاخد قرارات، وبالتالي يبقى بتواجه اي اجراء اي مشاكل بتبقى موجوده بتقدر تحلها. السيده الفاضله قعد سياده الوزير لقاها بتشتكي على طول فورا خد قرار وهو واقف. السيده الفاضله قعدت يعني تشكره وتحييه، هو ده. هو ايه والناس عايزه تعمل ايه؟ الناس عايزه ايه؟ عايز الاقي المسؤول حل مشكلتي، حل مشكلتي، عندي نقص في الادويه خلصوا المستشفى. وزير الصحه قرر انه في خلال شهرين او ثلاث شهور الحاجات تبقى خلصانه، في حاجات محدده ادى تكلفات النهارده ثلاث شهور تبقى خلصانه. ادي مستشفى الصدر في بني سويف وخلص، وموضوع الادويه وعندهم مشكله في الادويه لازم تخلص موضوع الادويه ده، يخلص في خلال وقت معين على طول قرارات. ما هو الميزه النهارده التواجد مع الناس في مسائل احلال وتجديد ورفع كفاءه مستشفى فيها مستشفيات قديمه، فترفع كفاءه ليها، تعمل تطوير ليها. طيب ناقصه اجهزه ولا غيره، فتدي تعليمات على طول تخلص وفي وقت قياسي تخلص الكلام ده. تشوف انه في مفيش المخازن الادويه فيها مشكله، الوزير انتقد هذا الامر انه عدم بدء التشغيل الخاص بمشروع المخازن، وقال انه لازم خلال 3 ايام. قال ايه؟ خلال 3 ايام. انتوا متخيلين الكلام ده؟ العوائد بتاعته مهمه جدا على الناس. خلال 3 ايام الموضوع ده يكون دخل الخدمه واشتغل، يبقى مين اللي هيستفيد؟ المواطن. يبقى انت بتحل ازمات للناس. واتكلم طبعا على انه يبقى فيه، قال لهم كده النهارده يا جماعه، يعني يبقى فيه مرونه في مساله الدواء. مفيش حد بيجي لك مريض، حدش بيتمارض. المريض ده مريض بيجي لك دواء ادو. قال لهم كده سياده الوزير النهارده الدكتور خالد عبد الغفار، قال لهم يعني يبقى عندكم مرونه وفاعليه في اكبر في توزيع الادويه، ويكون عندنا نظم حديثه في مسألة الرقمنة والميكنة الخاصة بالوسائل الحديثة الخاصة بتخزين الأدوية وغيرها وكافة احتياجات الناس. طبعا استمع لي يعني للناس، ودايما حب يعرف منهم التفاصيل، وكمان زي ما بقول كده يعني عندهم مشاكل ايه. وانا يمكن هنا بقول لسيادة الوزير واوجه له دايما كل التحية، وبشكره دكتور خالد عبد الغفار بشكره بجد، لم ألجأ إليه في أمر يخص الناس، كل الناس، إلا وتدخل على الفور. أي محافظة، أي حد، تاني بقول أي حد والله، فورا فورا. وده أمر كمان بقول لحضراتكم ده مهم، لأنه في الآخر يعني، ودايما حتى بقول له والله، قال لي لا إحنا موجودين عشان كده، قال لي احنا موجودين عشان، احنا موجودين ليه؟ عشان نخدم الناس، عشان نحل مشاكل الناس. طيب اذا مواطن وصل لك خلاص، وانت تعرف توصل وتعرف توصل، احنا في الاخر المصلحه واحده، كلنا 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 كلنا، محدش بيشتغل الا عشان مين؟ عشان الناس، كلنا مصلحه واحده. الاعلام مع مؤسسات الدوله بالكامل، مجلس وزراء بالكامل، كل السادة الوزراء ورئيس مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي راجل محترم، كلهم ناس محترمين. فاحنا ده الشغل الشاغل، يلجأ ليك المواطن بننقل رسالته على الهواء للحكومة، والحكومة على طول بتحل. وهنا كمان بنقل أزمة الأنسولين تاني، أزمة الأنسولين. الأنسولين هناك نقص في الأنسولين. أنا على مدار يومين اللي فاتوا دول ناس كتير جدا يا بيبعتولي يا بيقابلوني ويكلموني، يا يعني مش عايز أقول لحضراتكم قد إيه. يعني في ناس يمكن بتروح تبعت لي حاجات على البيت. آه والله على البيت. سيبوا رسايل على البيت. فطبعا مش لاقيين أنسولين. ناس بتشتكي. فهذا أمر كمان يهم الناس. يهم اهالينا. فارجو سياده النائب دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، موضوع الانسولين ده امر في غايه الاهميه، ارجو التدخل
حل هذا الامر. مشكله موجوده، ولما زي ما بنقول كده يبقى في هناك اي مشكله واي شكوى للناس لازم نقولها عشان ان شاء الله توصل، وباذن الله يكون ليها حل باذن الله تعالى. نكمل اخبارنا. وزير الصحة 241 إجراء فوريا لحملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالصعيد. وزير البترول الأولوية القصوى لمصر هي زيادة الإنتاج، ده اللي بيشتغل عليه وزير البترول مهندس كريم بدوي على مدار الأسبوعين اللي فاتوا، الثلاث أسابيع اللي فاتوا، كل اجتماعاته كلها على آخر كلمة، آخر كلمتين، زيادة الإنتاج. زيادة الإنتاج في بنتكلم على غاز، وبنتكلم على زيت، وبنتكلم على بترول، وبنتكلم على احتياجاتنا تاني، هو ده اللي الدولة شغلها الشاغل الآن، ده زيادة الإنتاج مع كل الشركات. ما انت الشركات بتديها استحقاقاتها وبتقول لهم أهو اتفضلوا واشتغلوا، اتفضلوا اعملوا عمليات تنقيب، اتفضلوا محتاجين نزود الإنتاج بتاع كل الشركات، وبالتالي كل شركة يكون لديها الطاقة القصوى من الانتاج اللي احنا فعلا محتاجينه، احنا محتاجينه. مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء انهاء مشروع الربط المصري السعودي قبل الصيف. وزير الاوقاف الدكتور اسامه الازهري النهارده في مؤتمر مع فضيله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه، وزير الاوقاف ندين الاساءه للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس. سوء الطعام والتنقل معاناة مصرية في القرية الأولمبية فين؟ في باريس. عمليات تخريب تطال شبكة النهاردة في فراء الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا. قطارات فرنسا تعود للعمل بشكل طبيعي بعد طبعا ما تعطلت من يوم الجمعة اللي فاتت، والحكومة الفرنسية طبعا تتهم اليسار في أعمال التخريب. مجرم الحرب نتنياهو النهاردة راح مجدل شمس عشان طبعا بعد ما رجع من أمريكا، ولكن الناس هناك الأهالي قابلوه بهذا الاستقبال، لا مرحبا بك، وطردوه وقالوا له مش عايزينك اتفضل امشي، وطردوه فعلا، طردوا نتنياهو لما تبقوا تشوفوا فيديو طردينه، طردوه من مكان وقالوا له مش هنستمع ليك اتفضل امشي. حماس نتنياهو يواصل المماطله وتراجع عن الورقه الاسرائيليه في اجتماع روما اللي كان امبارح. وهو نتنياهو بالمناسبه ما قلناش الكلام بيقوله النهارده، قلناه ان نتنياهو هدفه الاساسي الوصول الى الانتخابات الرئاسيه الامريكيه 5 نوفمبر. كل ده بيشتغل عشان يوصل ل 5 نوفمبر، مش هيحل حاجه قبل 5 نوفمبر، هو عايز يوصل الانتخابات الامريكيه وياخد اطول فتره ممكنه من وجوده كرئيس الحكومه الاسرائيليه، حكومه الحرب. فهيفضل يماطل ومش هيحل حاجه. النهارده بيقول ايه؟ يعني كان مثلا بيتكلم الاول على في ورقه بيتكلم على 100 واحد يخرجوا من سجون الاحتلال، هو قال لك لا، في 100 واحد دول لن يخرجوا. في اعداد اخرى يخرجوا بس ما يقعدوش في غزه ولا في لا يمشوا بره، بره اراضيهم، يتم يعني ترحيلهم خارج الاراضي الفلسطينيه. وبند اخر انه لا يتعلق ايضا ب العمليات الافراج تكون على مراحل ازاي. يعني كل الحاجات اللي كان تم الاتفاق عليها او معظمها تراجع عنها نتنياهو. الخارجيه التركيه نهايه نتنياهو لن تختلف عن مصير هتلر. اسرائيل تشتري قذائف هاون دقيقه التوجيه باكثر من 220 مليون دولار ردا على اندلاع الحرب اللي هي مرتقبه. بايدن يقترح خطة لإصلاح المحكمة العليا في الولايات المتحدة وتعديل الدستور، عايز يعدل الدستور، وبيقول إنه عايز يلغي في حصانة لرؤساء أمريكا السابقين في الدستور الأمريكي، فعايز يلغي البند ده. طبعا عايز يلغيه، طبعا هو إلغاؤه ليه؟ عشان استخدامه ضد ترامب،
لان هو اعترض على حكم المحكمه اللي صدر من اسبوعين واللي منح حصانه لترامب وفقا للدستور، فهو قال لا انا هعمل التعديلات ديت وهلغي، مفيش رئيس يبقى عنده حصانه، مفيش رئيس امريكي يبقى عنده حصانه، مفيش حد فوق قانون، هو قال كده، وبالتالي هيعمل هذا التعديل. هل هيمشي التعديل ده ولا لا؟ ممكن يصطدم طبعا بمجلس النواب طبعا اللي هو اغلبيه حزب جمهوري، وبالتالي هل ممكن يصطدم بيه ولا لا؟ هل ممكن ارجاء هذا الامر ل حين انتهاء الانتخابات القادمه ولا لا؟ اللي بعده، ايلون ماسك يرد على حمله كمالا هاريس بعد نشر فيديو مزيف. حمله كمالا هاريس اتكلمت على ايلون ماسك وقال ان هو بينشر اكاذيب ووبخوه، فهو رد عليهم قال لهم السخريه قانونيه في امريكا. وزير الخارجيه الصيني لامريكا ولولايات المتحده بكين، ليست واشنطن ولا نسعى للهيمنه، بيقول لهم ان انتوا كلكم اطماع وبتدعموا الحروب وبتشنوا حروب على الدول، احنا مش كده، الصين مش كده وما عندناش لا هيمنه، واحنا دايما بنحافظ على الامن والاستقرار. وهذا صحيح بالمناسبه، يعني الصين اللي قالوه ده مظبوط. نظام حدودي هيطبق من اول اكتوبر اللي جاي، نظام حدودي جديد لدخول الاتحاد الاوروبي لدول اللي هم خارج الاتحاد الاوروبي طبعا وكافه الدول، وطبعا بريطانيا بعد ما خرجت من الاتحاد الاوروبي بتحذر مواطنيها من النظام ده، النظام ده انك بيبقى فيه بصمه وانت داخل على الحدود سواء مطارات او حدود بريه او بحريه او غيره ما بين دول الاتحاد الاوروبي، بيبقى في بصمه بالايد في العين، وبالتالي قال لك ده انه يخلي كمان على الحدود ما بين دول الاتحاد الاوروبي هيبقى في طوابير بالساعات، طوابير تقف بالساعات. الخارجيه البولنديه، نائب وزير الخارجيه البولندي النهارده بيقترح على المجر، الخارجيه البولنديه تقترح على هنغاريا المجر الخروج من الاتحاد الاوروبي من اجل التحالف مع روسيا. قال لهم انتوا، بيقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، قال له ممكن تسيب الاتحاد الاوروبي وتسيب حلف الشمال الاطلسي وتدخل وتروح تتحالف مع روسيا، يعني بدل ما عمال تتكلم وعمال تهاجم حلف النيتو والاتحاد الاوروبي، لا اترك الاتحاد الاوروبي وحلف النيتو وروح تحالف مع روسيا. بعد تهديد بوتين امبارح بالنووي، استخدام النووي، المانيا لن نرضخ لترهيب بوتين، لان بوتين امبارح اتكلم في الاحتفاليه الخاصه بالقوات بالاسطول البحري الروسي وقال انه صواريخ هيبداوا في انتاج صواريخ بعيده ومتوسطه المدى، واتكلم على انه بعد المعاهده اللي كان وقعت مع امريكا ستارت واللي خرجوا منها البلدين في عام 2019 واللي كانت بتقضي أو تحدد الصواريخ اللي هي مسافات 500 كيلو ل 5500 كيلو، دي طبعا كان في حظر على هذا الأمر، النهاردة بوتين بيقول لا خلاص ما بقاش في حظر على هذه الأمور، يعني صواريخ اللي هي تحمل رؤوس نووية. حكومة فنزويلية كان عندهم انتخابات امبارح، ومادورو رئيس فنزويلا فاز في بولايه ثالثه، واتهمت الحكومه الفنزويليه بتتهم دولا بالتدخل في انتخاباتها الرئاسيه، امريكا طبعا بتتدخل وامريكا مش عاجبها الانتخابات وامريكا بتشكك في فوز مادورو، مادورو طبعا ضد امريكا وهو متحالف مع روسيا ومتحالف مع ايران ومتحالف مع كتير من الدول، والولايات المتحده الامريكيه كانت بتدعم المعارضه ضده، وهم بيدعموا المعارضه بقى لهم عده سنوات، ولكن هو استمر في السلطه ودخل انتخابات وبلينكن بيشكك في الانتخابات ونزاهتها، وبالتالي دول بتتدخل في شؤون دول، يعني حاجه امر غريب كمان، حتى الامم المتحده داخله على الخط، امر ايضا غريب، امر غريب. سيبوا الدول، كل دوله تحكم، شعوبها تختار، هي اللي تحدد بعيدا عن تدخلات خارجيه في اي شؤون الدول الاخرى. أمريكا عايزة يعني تجيب حكام تبعها،
في اي دولة، عايزة حكام تنصبهم كده يمشي وراها شمال شمال يمين يمين، ده اللي امريكا عايزاه. لا الدنيا اتغيرت والعالم اتغير، ومبقتش امريكا بس هي المتحكمة في العالم. يعني قبل تسليمه الى الفيفا، الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وقع على ملف ترشح السعودية لاستضافة مونديال 34 بعد 10 سنوات من الآن. واشنطن بوست: السودان يواجه أكبر نزوح عالمي والمجاعة تهدد 26 مليون مواطن، والتقرير بيتكلم على في مقتل أكثر من 170-180 ألف، دي التقارير أكثر من 170-180 ألف واحد قتلوا. الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاطر جيوسياسية. ترند. نورت مصر شيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أهلا وسهلا، منور فعلا، نورت مصر. نروح للأكثر مشاهدة، كاليفورنيا، حرائق بقالها 3-4 أيام، أكثر من 350 ألف فدان في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا حرائق مدمرة مش عارفين يطفوها، أمريكا مش عارفة تطفي حرائق. نشوف النهاردة يشرفنا رجل أعمال أستاذ رأفت ماهر رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري، تجربة ناجحة، رجل أعمال مصري ناجح بدأ من التسعينيات بيشتغل عنده استثمارات جوه مصر وامتد إلى الخارج في أكثر من 16 دولة ما بين دول عربية أوروبية إفريقية، له نجاحات كبيرة جدا وقوية جدا، له حضور في المحافل الدولية، عنده يعني أعمال كبيرة جدا داخل مصر، وعنده طبعا مشروعات في العاصمة الإدارية وعدد كبير جدا من المشروعات، اشتغل أيضا في عدد من المشروعات المتميزة في العاصمة، أعتقد في العاصمة عنده 3 مشروعات أو ربما 4 مشروعات، وله مشروعات متميزة في العديد من المواقع والمدن المصرية. هنتكلم النهاردة مع زي ما بقول كده، مهم قوي إن احنا كمان بنلقي الضوء على الناس اللي هي ناجحة عندهم تجارب ناجحة. وطبعا أستاذ رأفت أيضا من الناس الناجحين، ناس اللي عنده استثمار ناجح متميز وعنده شبكة علاقات واسعة وشبكة استثمارات كمان واسعة، زي ما بقول لحضراتكم كده ممتدة برا مصر، بنتكلم على 16 دولة سواء عربية وأفريقية وأوروبية، بنبقى سعداء لما يكون عندنا مستثمرين ورجال أعمال أيضا لهم استثمارات جوه مصر أولا، وبره مصر كمان بيكونوا كمان يعني بيعملوا اسم كبير جدا وبيساعدوا كمان، وكمان فوق كل ده بيدخل فلوس، يبقى في عنده عملة بتدخل لبلدنا. هنتكلم مع أستاذ رأفت بعد قليل. نروح للفريق كامل الوزير النهاردة في المؤتمر الخاص ما بين الصناعة والبيئة والخاص بالتنمية الخضراء والصناعة الخضراء زي ما نقول كده، لأنه ده مؤتمر بيتكلم على الدولة. الدولة النهاردة بتشتغل حتى النقل الذكي والطاقة النظيفة والطاقة الخضراء، كل حاجة النهاردة بنتكلم على المستقبل، وده يبقى دور الدولة بتشتغل عليه ومؤسساتها كلها ووزارات بتشتغل على هذا الأمر. فالنهاردة كان هذا المؤتمر اللي بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في هذا المؤتمر الخاص بالتنمية من أجل التنمية، مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل التنمية الخضراء، بحضور النائب طلعت السويدي والنائب محمد السويدي طبعا، وعدد من سادة النواب ورجال الصناعة وكبار المسؤولين. فريق كامل وزير النهارده اتكلم على المحاور الاساسيه الخاصه بالصناعه وسبع محاور اتكلم عنهم فيما يتعلق بمساله الواردات، ازاي نعمل ترشيد للواردات، ازاي يتم تشجيع
المصنعين وجذب استثمارات المصنعين المصريين، ده دور أساسي، وجذب استثمارات أجنبية، وإزاي النهاردة نقدر نقيم مصانع بدل ما استورد حاجة معينة أعملها في مصر، هو توطين الصناعة اللي عملها في وزارة النقل، وتجربة النقل مع الفريق كامل وزير كانت تجربة ناجحة جدا. تاني بقول ناجحة جدا، مش بقولها من النهاردة، مش بقولها من النهاردة، من سنوات بنتكلم عنها، ولكن النهاردة نقدر نتكلم بعد كده هيتعمل ايه في ملف الصناعة وتوطين الصناعة في صناعات بنستورد حاجتها. طب هعملها ازاي هنا؟ فريق كامل وزير اتكلم ايضا على المنتجات المصرية، وازاي المنتج المصري النهاردة اقدر انافس بيه عشان اصدره. وهو انت لازم تعمل منتج جودة متميزة اولا للسوق المحلي، اولا لان انا المواطن المصري والسوق المحلي لازم يكون فيها الحاجات اللي بتتبقى موجودة في الاسواق المصرية تكون متميزة. طيب كمان عايز اصدر، فيبقى عندي كمان تميز عشان اقدر انافس في الاسواق الخارجية. فاتكلم النهاردة الفريق كامل وزير على هذه الامور، اتكلم كمان على التحول الرقمي اللي يتم، اتكلم على التوظيف اللي بيتم، اتكلم على مسألة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ازاي ممكن نعمل الكلام ده، وايه المخطط اللي ممكن يتعمل في هذا الملف. كل ده بيكون، وازاي يبقى عندنا خريطة زي ما قال كده عليها الفريق كامل وزير النهاردة، خريطة مصر الصناعية اللي هي مناطق صناعية، مجمعات صناعية، مناطق غير يعني محافظات، كل محافظة يكون عندها، ما بقاش ان انا بتكلم على 27 محافظة، كل محافظة يكون عندها مدينة صناعية، منطقة، مناطق صناعية في بتشغل ناس، فرص عمل وتنتج. واتكلمنا قبل كده على تجربة الصين، الصين نجاحها وتجربتها، تجربة الصين الفريدة هي كده، مش متركز كله في العاصمة او في هنا، لا، متركز في جميع مناطق الصين، بتجد كل محافظة او كل مدينة بتجد فيها مجمعات صناعية او مناطق صناعية، وكل محافظة عندنا في مصر عندها يعني عندها مميزات بتاعتها، نقدر نعمل ده. فالفريق كامل وزير النهاردة كان بيتكلم في هذا الامر. تعالوا نتابع ماذا قال عن 7 محاور خاصة بعملية الصناعة والقادم في مجال وملف الصناعة. ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، والتي تم إعدادها فور تشرفي بتكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل، وحيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة، أنا بقول 16% والدكتور رانيا بتقول 15%، قريبة يبقوا 15.5 إن شاء الله. مش ده المهم إن إحنا فين النهاردة، المهم إن إحنا إن شاء الله بإذن الله عايزين ننمي ونصل إلى 20% وأكتر من كده بإذن الله خلال الفترة القادمة، وهو رقم لا يلبي طموحاتنا، ونعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة. وتعتمد هذه الخطة على 7 محاور رئيسية كالآتي: ترشيد الواردات، ويمكن دي برضو كلمة الدكتورة رانيا ما بتحبهاش عشان الناس بتوع التعاون الدولي، ولكن احنا هنقولها كده عشان تبقى مفهومة، ولكن لما نيجي نصغها في مذكرات او في جوابات رسمية هيبقى بشكل اخر. يعني ترشيد الواردات والحد من الاصرار وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الانتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمن يستورده من الخارج لترشيد الواردات. يعني احنا هنقلب الجملة عشان تتوافق مع الكلام اللي حضرتك بتتبنيه وبتقوليه. زيادة القاعدة الصناعية بغرض الصادرات، وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، والتي تعتمد على المواد والخامات الأولية والموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها، وبناء على المقاومات الطبيعية لمصر سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي. التوظيف من أجل الإنتاج،
وليس التوظيف وخلاص، لا، التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي زي إعداد مصر، إعداد خريطة مصر الصناعية، وتشمل مناطق الصناعة الكبرى والمجمعات الصناعية والمناطق الصناعية غير المعتمدة والصناعات في المحافظات والقرى اللي هنسميها الصناعات المنتجة أو القرى المنتجة. فريق كامل وزير كمان اتكلم على العالم، اتكلم على التغيرات المناخية، اتكلم على التعاون اللي هيكون ما بين كل الوزارات وخاصة وزارة البيئة، الصناعة والبيئة، ومتعلق في مسائل الخاصة بالعملية الخاصة بالبيئة من أجل تنمية خضراء. وقال إن ده هو التعاون اللي هيكون بين الوزارتين والحرص كمان، وقال ده ومع اتحاد الصناعات كمان وكافة الشركاء زي ما اتكلم الفريق كامل وزير النهاردة، وقال ده مهم عشان يكون في التزام في المعايير الخضراء. اتكلم أيضا فريق كامل وزير عن التنافسية لمنتجات المصرية، وبيأكد على الموضوع ده بشكل كبير جدا. اتكلم على مسألة خفض الانبعاثات وتدوير المخلفات الصناعية ورفع الكفاءة الخاصة بتشغيل المصانع، واتكلم على جولته اللي كانت الأسبوع اللي فات يوم السبت في مصانع 6 أكتوبر. اتكلم أيضا الفريق كامل وزير على مشروعات وزارة النقل والبنية الأساسية اللي اتعملت، بنية التحتية، اللوجستيات، شبكات الطرق والسكة الحديد والمواني وغيرها. اتكلم أيضا على الخطة الطموحة الخاصة في مجال الطاقة، الطاقة النظيفة، تشجيع الاستثمار والحوافز اللي ممكن تتم، التحديث التشريعات والقوانين والامتثال للمعايير الدولية زي ما وصف فريق كامل وزير النهاردة في كلمته المهمة في هذا المؤتمر. نتابع ماذا قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. إن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك في ضوء ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة والتلوث البيئي، وكلها تحديات ولكنها في الوقت نفسه تفتح آفاقا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي، وحيث تعتبر الصناعة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء. وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر، أود أن أؤكد على حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع البيئة واتحاد الصناعات المصري. بالصدفة أنا كنت وأنا في وزير النقل بقول إن النقل من أكبر الوسائل أو من أكبر أسباب تلوث البيئة، لما خدت الصناعة كمان فبرضو الصناعة برضو من أكبر، فللأسف الاثنين يعني محتاجين مجهود كبير جدا مني مع وزيرة البيئة، علشان واضح إن أنا اللي هلوث البيئة وتبقى مشكلة عندنا، فيعني ربنا يقوينا إن شاء الله بإذن الله. وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر، أود أن أؤكد على حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة واللائحات المختلفة، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئي بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة الفنية والمالية وده مهم جدا لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة وخفض الانبعاثات وتدوير المخلفات الصناعية لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة. وده الموضوع اللي كنت يعني حضراتكم بتتكلموا عليه فيما يختص بالخرط الدوار وغيره، هيصرف يعني في كل الأنشطة اللي أنا اتكلمت عليها دي. ولقد حققت مصر إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، ويتضح ذلك بعدما نفذت الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، كما قمنا بتطوير استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ووضعنا خططا طموحة ل
للانتقال إلى الطاقة النظيفة. كما تبنينا العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري لتنتقل مصر إلى التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا على التزاماتها الدولية. لذا يجب علينا العمل على الآتي: تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر. بناء القدرات: سنستمر في بناء القدرات البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية. تطوير التشريعات والقوانين: سنعمل على تحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية مستدامة. تعزيز الشراكات: سنعزز التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء شراكات قوية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. نروح نتابع هذا التقرير وأيضا تصريحات للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال هذا المؤتمر. نتابع. سعيا من الدولة المصرية إلى تعزيز وإرساء سياسة التحول الأخضر لا سيما في القطاع الصناعي من أجل صناعات صديقة للبيئة تتلائم حجم التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية ووفقا لأحدث أساليب ونظم الصناعة الحديثة، نظمت وزارة البيئة مؤتمرا تحت عنوان الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تضمن المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. شفنا النهاردة في المؤتمر في كانت منحة دوارة موجودة من فترة قدر كتير جدا من الصناع يستفيدوا منها، وبالتالي في الفترة القادمة طبقا لأولويات الدولة المصرية وفي أولويتين مهمين جدا هي التنمية الصناعية والتنمية البشرية والاثنين بينهم ارتباط وثيق جدا، فمن خلال رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية المناخ 2050 بنقدر نعظم من كل شراكاتنا الدولية ومن الانفاق الاستثماري بما يخدم قطاع الصناعة. وهنا بنتكلم على الصناعة، بنتكلم على قطاع متعدد، يعني عندنا صناعات دوائية، عندنا صناعات ليها علاقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، عندنا صناعات ليها علاقة بالجرين هيدروجين، صناعات الأدوية، فالصناعات متعددة. مصر في الفترة الأخيرة خصوصا مع مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اللي حصل في نهاية يونيو في مجال مهم جدا للشراكات مع الجانب الأوروبي، ولكن الأساس فيه ان يبقى فيه المعايير البيئية مطبقة، وبالتالي لما يبقى فيه دعم فني او يبقى فيه تمويلات ميسرة او منح او دراسات جدوى متاحة للمصنعين ده يعني بالتأكيد هيدفع بالتنمية الاقتصادية وهيدفع ايضا بالتشغيل اللي احنا محتاجينه بشكل اساسي. التوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في دعم الصناعة المصرية. ابتدأنا الحقيقة المشوار بثلاث خطوات، الخطوة الأولى وهو تنسيق العمل المشترك ما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة من ناحية دراسات تقييم الأثر البيئي التفتيش أو الالتزام. الخطوة الثانية هي زيارة 6 أكتوبر مع معالي الفريق كامل الوزير الأسبوع الماضي في إن احنا بنوري نماذج وزارة البيئة قامت بيها لتوفيق أوضاع المصانع من خلال دعم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وكانت نتيجة المحطات الصرف الصناعي إن هي مش مجرد توافقت بل بتعيد استخدام المياه مرة أخرى سواء في الزراعة أو في العملية الإنتاجية، أو إن مصانع ما كانتش أصلا مخالفة ولكن ساعدناها في إن هي تعمل خط إنتاج لتدوير البلاستيك فيقدر يطلع حبيبات البلاستيك اللي بيدخلوا معاه تاني في العملية الإنتاجية. الرسالة اللي إحنا بنتكلم فيها هنا هو إن التوافق ما بين الصناعة والبيئة مش مجرد اشتراطات بيئية، ولكن عشان نقدر الصناعة بتاعتنا فيها تنافس تقدر إن هي توصل للعالمية لازم إن هو يتوافق، ولازم نكون إحنا قادرين إن حتى اللي متوافق إن إحنا نمشي معاه خطوات زيادة بإن هو يعمل إجراءات بيئية بتساعده هو على إنه يوفر مصاريف تشغيل، تساعده إنه يقدر إن هو يصدر. النهاردة بنوقع بروتوكولات تعاون من ميزانية وزارة البيئة لدعم اتحاد الصناعات في مشروعات صغيرة ومتوسطة ب 150 مليون، وده استكمال للمجهود اللي إحنا عملناه معاهم
احنا اوريدي ادينا لهم 120 مليون قدروا من خلال كروت دواره انهم يوصلوا لمليار جنيه دعم المشروعات صغيره ومتوسطه. فاحنا النهارده ليه بنقول ال 150 مليون؟ لان المشروع اللي كان بيتكلف عشان يتوافق بيئيا في مشروعات صغيره ومتوسطه 6 او 7 مليون النهارده محتاج 12 او 13 مليون. ودايما الاصلاح البيئي اصلاح طويل المدى. وانا عايز اقول كلمه يعني هي كلمه حق بس تتقال في حق الوزاره. وزاره البيئه كانت زمان وزاره شديده وجايه تعاقب وجايه تعمل. الحقيقه الفتره الاخيره بقت وزاره زميله مع الصناعه، يعني هي وزاره دلوقتي بقت بتشتغل هي ازاي تبقى شريكه مع الصناعه، ازاي تشوف مشاكلهم، ازاي تحل معاهم، بتتكلم اللغه القريبه للصناعه ازاي انها تقوم بيها. فيعني اسمحي لي اقول كل التحيه دكتوره ياسمين حقيقي على والساده الزملاء كلهم والدكتور علي حقيقي في الوزاره، ان هم هو ده الاتجاه. انا عشان اصلح حاجه في البيئه ده اولا استثمار كبير، استثمار طويل، العائد بتاعه ما بيبقاش فوري، فلازم احنا الاثنين نتعاون مع بعض. واحنا ان شاء الله كلنا امل، احنا عملنا جلسات كتيره مع حضرتك وان شاء الله باذن الله نحقق الطموحات اللي جايه للشركات، لانه بدون عمليه الالتزام البيئي، بدون عمليه التطور البيئي، العالم كله هيقفل علينا. وانا شايف حضرتك عامله مشروعات، يمكن احب بس يعني ابلغ الساده الصناع زملائنا، لا في مشروعات كتيره جايه هتكبر وهتشتغل ازاي ان احنا نواكب بيها العصر البيئي زي ما بيقولوا، زي ما قال الدكتور شريف، لا في جاي علينا التزامات، فلازم ان احنا ان شاء الله سويا نقدر نعدي الخطوات دي. احنا النهارده بنحاول بنوري ازاي ان ممكن يحصل تعاون مثمر وعملي على ارض الواقع ما بين الصناعه والبيئه، عن طريق المشروع اللي احنا عاملينه القرض الدوار اللي هو بيخدم اعضاء اتحاد الصناعات المصريه من مصانع مختلفه، بنديهم تمويل لتحسين بيئه المصنع وبحيث يبقى مصنع متوافق بيئيا وبشروط ميسره جدا. فطبعا النموذج ده نعرضه النهارده على اساس انه يحتذى به بعد كده، ان هو ازاي البيئه والصناعه ممكن مع بعض يتعاونوا ويحددوا. وطبعا وزاره البيئه ادت دعم كبير لهذا المشروع بحيث ان احنا النهارده بنمول مشاريع بيئيه تحسين بيئه المصنع بقروض ميسره بنسبه بفائده او مصاريف اداريه 3.5%. طبعا دي حاجه يعني طبعا مشجعه جدا لاي مصنع. ففي نفس الوقت المصنع، لان البيئه النهارده ما بقتش حاجه طرف، يعني حاجه يعني لا، البيئه النهارده حاجه لازمه يعني. والبيئه النهارده على فكره التوافق البيئي ده بيحسن اقتصاديات المصانع، يعني مش مجرد ان انت بتصرف علشان تقلل التلوث وكده، لا ده انت مجرد بتقلل التلوث وبتعيد تدوير المياه او بتستعمل طاقه شمسيه او كده، كل ده بتحسن اقتصاديات الصناعه نفسها. فده كان هدف المؤتمر النهارده. فيما يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الصناعة المستدامة والبيئة النظيفة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. برجع مع حضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل كنت بناشد الدكتور خالد أبو عفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن مشكلة الأنسولين. فسيادة الوزير أو سيادة النائب قال لي الدكتور علي الغمراوي هيبقى موجود معاكم. الدكتور علي فعلا موجود معنا. الدكتور علي الغمراوي مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. قول لنا يا فندم أخبار الأنسولين إيه؟ هناك نقص في الأنسولين، نعم أم لا، وإيه الحكاية؟ طيب خليني اوضح لحضرتك. طبعا احنا الانسولين في عندنا ثلاث شركات، شركه بتستورد الانسولين وشركتين محليين. نعم. حجم الاستهلاك الشهري من الانسولين عموما في حدود 350 عبوه. 150 احنا بنتكلم على حقن. تم ضخ الفتره اللي فاتت في شهر يونيو ويوليو من الماركة اللي هي المستوردة، أنا مش عايز أقول أسماء تجارية. نعم.
200,000 في شهر يونيو و 200,000 في شهر يوليو. من الماركتين المحليتين المصنعين محليا تم ضخ من شركة الأولى 340,000 عبوة، منها حوالي 80,000 للسوق المحلي و 270,000 للشراء الموحد، أي الشراء الموحد المستشفيات الحكومية. كويس. في شهر يوليو اللي احنا فيه تم ضخ 200,000 من الشركة المستوردة و 242,000 عبوة من الشركة الأولى، 152 للسوق المحلي و 90,000 للشراء الموحد. من الشركة الثالثة تم ضخ 257,000 عبوة لهيئة الشراء الموحد في شهر يونيو و 134,000 في شهر يوليو. نعم. ده تقريبا الاستهلاك الشهري العادي، يمكن اكثر شوية من الاستهلاك الشهري تم ضخه في السوق. هل ده مسمع في السوق؟ لا، هيسمع. ليه؟ لان في شحنات مفروض انها على وصول من الشحنات المستوردة، من الانسولين المستورد. ونفس الشيء بالنسبة للانسولين المحلي. احنا عندنا تحت الانتاج حوالي 1,000,000 عبوة في الشركة المحلية الاولى. كويس. وعندنا داخل بحري 252,000 في اول اغسطس. وجوي احنا طلبنا منهم انهم بدل ما يشحنوا بحري هيشحنوا جوي 1,139,000 عبوة. اسرع يجي اسرع. هيجي اسرع طبعا جوي، وده اللي احنا دلوقتي اللي احنا بنؤكد عليه، ان لازم يبقى الشحن دلوقتي شحن جوي. ده هيغطي الاستهلاك للثلاث شهور اللي جاي. نعم. فانا حابب أؤكد ان الكمية اللي انضخت في السوق غطت احتياج السوق المحلي. يمكن مفيش استوك او مفيش مخزون في بعض الصيدليات، لكن تم ضخ اكتر من الاحتياج الشهري العادي. ده هيبان اكتر لما نضخ الكمية كلها اللي وصلت عن طريق الجو، ودي في حدود 1,140,000. طيب دكتور علي، المليون المحلي امتى المليون المحلي كمان ينزلوا السوق؟ دول تحت الانتاج يا فندم. ان شاء الله لينا لقاء مع حضرتك هنأكد الكمية قد ايه اللي انتجت فعلا. هي بتبقى في المراحل النهائية من الانتاج، وبتاخد وقت تحليل مثلا في حدود اسبوع 10 ايام، وبتنزل تنضخ في السوق المحلي. طب ليه البعض دكتور علي ما بيلاقيش؟ يعني حاجة بتقول لي الكميات موجودة واللي جاي من بره هيوصل قريبا، والانتاج المحلي ينضخه بعد فترة يعني قريبة. المشكلة فين؟ كان ليه الشرف ان انا اكلم حضرتك الاسبوع اللي فات برضه استاذ احمد. النقطة في انا كمواطن بحاول ان انا اخد اكتر من احتياجي الشهري. عندي قلق ان انا ممكن ما الاقيش العبوه مره ثانيه، فبدل ما باخد عبوه الشهر انا باخد عبوتين، باخد الثلاثه. فالتخزين برضو ده مش صح. لان شروط التخزين ليها شروط معينه، فاحنا ننصح ان دايما تشتري البضاعه احتياجك الشهري. الحاجه الثانيه برضو بعض الممارسات اللي ممكن نلاحظها في بعض المخازن او بعض الصيدليات، انه مش هيبيع الا للزبون بتاعه او هيبيع لروشتة. احنا برضو بنناشد الاخوه ان شاء الله انه اللي عنده الانسولين يطلعوا للزبون، يطلعوا اي حد جاي له يدي له انسولين، انه هينقذ حياه، ممكن ينقذ حياه كده. مواطن بالظبط كده. لكن انا باكد ان الفتره اللي جايه مع وصول المستورد انا عندي الكميات اللي هتوصل في خلال سبتمبر اغسطس سبتمبر لحد ديسمبر. الكميات دي انا مش عايز اقول لحضرتك هتوصل في حدود 5,000,000 عبوه مستورده. غير الانتاج المحلي. ده يغطي الاحتياج بتاعنا مش عايز اقول اكتر من 6 شهور. بنستخدم تقريبا السالك قد ايه في الشهر تقريبا دكتور علي؟ حوالي 350,000 عبوه. يعني في اعلى معدل. اعلى معدل ممكن يوصل 500,000. 500,000. كويس. اولا مره ثانيه لازم احيي حضرتك واحيي كمان دكتور خالد ابو فار، عندكم حرص شديد على الرد، حرص شديد على التوضيح للناس. عندنا ممكن ازمه ولكن بتتحل، بنستورد وبنستورد بسرعه وكميات كبيره جدا. يعني زي ما بقول كده مش هنبخل على السوق ولا على الناس. طبعا يا فندم،
طبعا هي منظومة واحدة، وإحنا بنتعامل كوزارة صحة أو كهيئة دواء أو هيئة شراء موحد، لأننا يعني كيان واحد في الأول في الآخر. إحنا يهمنا توفر الدواء وصحة المواطن في الأول وفي الآخر. دكتور علي، في بعض الناس بيروح صيدلية معينة يشتري دواء، فالدواء ناقص السوق والدواء عنده فيغلي يديله بسعر غالي، هل ده منطق؟ وإزاي نواجه هذا الأمر؟ فندم ده أولا مخالف للقانون، وأي صيدلية بتبيع بسعر مغالى فيه أو أي مخزن بيبيع بسعر مغالى فيه يتواصل مع الهيئة، لأن ده دورنا الرقابي. كويس. ولن نتهاون مع أي مخزن أو موزع أو صيدلية بتبيع بأكثر من التسعيرة المعلنة، ده مخالف وبيتخذ ضده إجراءات قانونية قد تصل إلى الغلق. طيب أنا أعمل إيه كمواطن؟ أتصل بإيه؟ رقم كام ولا إيه ولا ولا؟ عندنا طرق تواصل كتيره مع الهيئه. اتفضل. اولا عندنا ال 15301، 15301 ده لو اي مواطن مش لاقي الدواء بتاعه احنا بنقدر نوجهه نقول له اقرب صيدليه ليك فين، انت حضرتك من محافظه ايه، موجود في الصيدليه الفلانيه والعلانيه، يقدر يتوجه للصيدليه توفرها. ده رقم واحد. رقم اثنين، عندنا صيدليات الاسعاف، صيدليات الاسعاف في 13 محافظه، عندنا 13 صيدليه يقدر يتوجه لصيدليه الاسعاف، اكيد هيلاقي اي دواء محتاجه في صيدليه الاسعاف. فهو كل اللي عليه انه يتصل بال 15301. عندنا خدمه ثانيه على مواقع الهيئه اسمها خدمه التوافر. نفس الشيء، حضرتك بيتواصل مع الويب سايت بتاع الهيئه بيدله على طول ايه البدايل والمسايل اللي متوفره للدواء بتاعه. برضه نقطه لاحظناها ان لازم اشتري التريد مارك او البراند نيم او الاسم التجاري. احنا عايزين هنا نقول ان احنا الاسم العلمي هو الاهم، نغير الثقافه بتاعتنا. بالظبط كده. نعم. فمش لازم النهارده ان انا يعني ارتبط بالاسم التجاري، ولازم هو ده الاسم العلمي هو الاهم. طالما الاسم العلمي هو نفس الاسم العلمي، في 12 بديل موجود في السوق. يقدر ياخد اي واحد منهم طالما نفس الاسم العلمي اللي الدكتور كاتبه له. طبعا لو هو عايز يغير الدواء بنروح للطبيب بتاعه، هو اللي بيقدر يغيره ويديله بدايل. هنا بقى المثيل والبديل، ثقافة المثيل والبديل. المثيل هو نفس المادة الفعالة بس بأسماء تجارية مختلفة، البديل مادة فعالة تانية تعالج نفس المرض، هنا الطبيب هو اللي ينصح بيه. الصيدلي النهاردة لو كلم أي مستودع أو أي مخزن أو أي موزع مرضاش يديله الصنف، بيتواصل مع الهيئه ويقول هو في محافظه ايه، تواصل مع مخزن ايه، وطلب طلبيه ايه. احنا هنا بناخد الاجراءات بقى مع المخزن اللي امتنع عن البيع او اللي باع بسعر مكلف. كويس. ده برضو خدمه متوفره على لينك في موقع هايل. مره تانية دكتور علي غمراوي رئيس هيئه الدواء المصريه بشكرك شكرا جزيلا، ومره تانية بشكر الدكتور خالد ابو فار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وكل اتحاد السيادة النائب، لأنه زي ما بقول كده استجابة على طول سريعة جدا وشفافية ووضوح، وده اللي هيكون ده هو العمل الفترة على طول دلوقتي كده. أول ما الناس صوتها يتسمع المسؤول بيرد وبيقول لك الحكاية إيه، عندنا مشكلة أنسولين، طب بنحل إزاي، هنوفر كام مليون عبوة خلال الشهرين اللي جايين، انتاج مستورد او انتاج محلي، وبالتالي نغطي احتياجات الناس من الانسولين. بشكركم، ولكن نروح كمان مره ثانيه للاولمبياد، ويمكن قبل ما اروح لبني سويف والدكتور خالد ابو فار كمان نائب رئيس مجلس وزراء وجولته المهمه النهارده في بني سويف، نروح كمان للمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. اولا باشمهندس ياسر، مبروك امبارح بطلنا محمد السيد اول برونزيه لينا في اولمبياد باريس. الله يبارك فيك يا استاذ احمد، ونشكر حضرتك على الدعم الدائم للبعثه الاولمبيه الماديه. محمد وبطلنا محمد زي ما بقول كده، كنت وعدته هيبقى عندنا ميداليه او اكتر في السلاح، ولكن اعتقد السلاح خلص مش كده الفردي؟ لا لسه الجماعي يا فندم، اللي خلص الفردي، الجماعي لسه فاضل ثلاث مسابقات جماعيه. ايوه ان شاء الله بنتوقع فيهم ان شاء الله ميداليه ان شاء الله في الجماعي. في الجماعي ان شاء الله. طيب بالنسبه لمحمد، ايه اللي عملتوه مع بطلنا محمد وزي ما بقول كده اللي فرح المصريين بصراحه؟ عايز اقول لحضرتك باشمهندس انه الناس يعني بتتابع الاولمبياد وتتابع ابطالنا،
وتتابع اخبار البعثه على مدار الساعه، ومين بيلعب النهارده ايه، ومين سباحه ومين فروسيه ومين رفع اثقال ومين ملاكمه واليد وغيره والقدم وغيره، وبالتالي بنتابع هذا الامر. شفت ردود فعل الشعب المصري معاكم ازاي؟ والله في البدايه كان في يعني في يعني مجاميع بتحاول ان هي يعني 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 تخفق البعثه، انما الحمد لله ان الاعلاميين اللي جاء حضرتك الاعلاميين الكبار كلهم دعموا البعثه، وزي ما حضرتك شايف النتائج بدات هتبتدي تتحسن، خاصه ان احنا حضرتك برضو عشان حضرتك تبقى عارف احنا 148 لاعب وعدنا بسبعه ل 11 ميداليه، ما وعدناش بال 148 ميداليه. صحيح. فطبعا الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا عندنا كذا كاتيجوري، عندنا كاتيجوري بينافس على الميداليات، عندنا كاتيجوري بينافس في الميدل في المتوسط، وعندنا كاتيجوري لسه العاب فيها بدايه. وضربت امثله انا حضرتك النهارده، امريكا في الهاندبول مش موجوده. امريكا في كره القدم مش موجوده. في العاب اسيويه، في العاب اوروبيه، في العاب امريكا بتسيطر عليها، في العاب مصر بتسيطر عليها زي رفع الاثقال. فاحنا في حاجات احنا متفوقين فيها، وفي حاجات امريكا متفوقه فيها، ما ينفعش حد يبقى متفوق في كل الالعاب. صحيح. يعني مستحيل. صحيح. فاحنا الحقيقه احنا عندنا فرص في الميداليات، في السلاح قلنا السلاح، وقلنا رفع الاثقال والخماسي والتايكوندو والمصارعه والرمايه، دول السته اللي بينافسوا عندهم فرص في الميداليات. بقيه الالعاب في جزء بينافس في المتوسط، وفي جزء بنات صغيرين واولاد صغيرين لسه اول دوره ليهم في الاولمبياد. احنا معانا لاعيبه عندها 14 سنه بتلعب سلاح، عندنا لاعيبه غطس عندها 16 سنه، عندنا لاعبين كتير متوسط اعمارهم، احنا اصغر متوسط اعمار في كل البعثه الاولمبيه. فالكلام ده يطمئن الجماهير ان المستقبل للرياضه المصريه، لان النهارده الصغير ده بعد كده بيجيب ميداليه. صحيح. يعني احنا بنشكر حضرتك وبنشكر كل الاعلاميين اللي فاهمين وبيدعموا البعثه المصريه. ياسر بيك، خلينا كمان نتكلم على النهارده، يعني منتخب اليد لعب ماتش قوي جدا امام الدنمارك بطل العالم. الشوط الاول كنا وحشين قوي، الشوط الثاني رجعنا ولكن خسرنا المباراه. عندنا لسه امل بالنسبه لليد، مش كده؟ طبعا ان شاء الله لو احنا خدنا ثالث مجموعه هتفرق معانا، وان شاء الله نوصل للسيمي فاينل طبعا ان شاء الله. يعني بكرة عندنا قدم امام اسبانيا. يعني يهمنا الوصول يعني لو خدنا اول مجموعه او ثاني مجموعه هنوصل للمرحله اللي بعدها ونستمر ان شاء الله. التعادل بكره يكفينا مش كده؟ لا، التعادل يكفينا، ولو قدر الله برضو يعني في امر ما برضو ان شاء الله احنا هنوصل، يعني ان شاء الله هنبقى ثاني المجموعه. طيب دلوقتي كمان كان في حمله خاصه ب وائل نصار. وائل نصار حماه اغنياء العالم بيل جيتس. نائل نصار، ونائل نصار ده زي ما بقول كده الفروسيه، وطلعت حمله وجواب اتقال انه 10 موجودين على نائل، مع نائل ومراته موجوده معاه والمدرب بتاعه كلهم، قال البعثه المصريه يعني هي اللي هتصرف على نائل نصار اللي حماه اغنياء العالم. ايه الحكايه؟ لا، هو اولا نائل نصار هو لوحده غني، يعني ما شاء الله، يعني هو مش يعني مش محتاج ينسب غناه الى صح الى حماه، يعني الى حماه. صحيح. لان هو راجل بطل وعنده مسابقات كتير وعنده البيزنس بتاعه، فهو عنده فريق العمل بتاعه. لو هم قروا القرار الوزاري كويس، اولا حضرتك احنا بنعمل قرارات مدروسه كويس جدا وبتعتمد من كذا جهه، والقرارات دي بتبقى مع كل الناس، مع الاتحادات ومع اللعيب عشان تاخد بيها الاعفاء التصريح السفر بتاعه الجيش، ومع الناس عشان تاخد تصريح السفر من عملها، فما فيش حاجه مستخبيه. لو القرار اتقرى صح هيعرفوا ان هم على حسابهم الشخص، كل اللي هو اتقال عليه ده مسافر على حساب نائل نصار الشخص. ان هو عنده فريق عمل بتاعه، عنده مثلا السايس بتاعه، عنده الطبيب بتاعه، كل دي امور تخصه وراجل هيتحملها. اظن يعني ده ما فيهوش اي مشكله، يعني ما نعم. يعني الحوار بس هو عمليه شوشره واستغلال اي حاجه علشان يشوشروا على البعثه، وانا شايف ان ده شغل ممنهج مش بس على الرياضه، يعني في ناس بتحاول تقلل من حجم العمل اللي بيتعمل في الدوله المصريه. يعني شايف انه دي ايضا حملات تستهدف البعثه وتستهدف البلد.
طبعا مفيش كلام حضرتك، لانه كلام كله مالوش علاقه باي حاجه. يعني النهارده حتى الوعي الرياضي، يعني النهارده حضرتك لما بيحصل تصفيات اقوى تصفيه بتبقى التصفيه الاخيره. فلو واحد طلع السادس او السابع في التصفيه الاخيره ما هوش الاخير. ده الخمس تصفيات اللي قبليه هو كسبانهم. فطبعا مفيش وعي رياضي، الكلام كله كلام عشوائي، وساعات الناس بتقوله عشان تعمل شوشره وخلاص. نعم. مش يعني في الاخر حضرتك احنا كبعثة قلنا ان احنا عندنا تصور ان احنا هنوصل من 6 لـ10 ميداليات، وانا ده الست ميداليات كده، وانا قلت من 7 لـ11. انا يعني كل واحد حط ليميت للميداليات. هل الكلام ده حضرتك هيجيبوا ال 148؟ يعني ال 148 هيشتركوا في 7 ميداليات، ولا في 7 اشخاص هيجيبوا 7 ميداليات؟ 7 اشخاص بس خلاص، يعني الباقي بقى كل واحد اتأهل من حقه ان يسافر. على فكرة برضو في معلومة مش واصلة للناس، المتأهل للأولمبياد لا نستطيع ان نقول له ما تشتركش، لانه لو اشتكانا هنبقى هيلعب في الدورة الأولمبية غصب عننا. النهاردة لعيب اتأهل، لو احنا لا نستطيع ان نقول له ما يشتركش. كان من شوية السيادة وزير وحضرتك عاملين في اجتماع مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ماذا عن بعض المشاكل والتي ايضا عانى منها او عانت منها البعثه المصريه في القريه الاولمبيه في باريس؟ يعني كان في الاول مشاكل في موضوع الاكل، بس الحقيقه الاكل بعد كده اتظبط. برضه المايه، بس برضه الامور اتظبطت، يعني الامور بتتحسن حضرتك. يعني احنا في الاخر حضرتك الحقيقه سياده الوزير هنا يعني ما فيش ثانيه ما كانش موجود معانا، وبيحاول يحل هو سياده السفير على قدر الامكان كل حاجه. احنا الامور دلوقتي مستقره، والميداليه دي يعني كانت يعني بالنسبه لنا يعني مهمه جدا، لان هي جت في وقت بدري، فهتساعدنا ان شاء الله في التقدم في المرحله اللي جايه ان شاء الله. طيب الخطوات اللي عندنا، اعتقد السباحه خلاص ولا لسه عندنا امل في السباحه؟ لا احنا عندنا دلوقتي حضرتك عندنا الغطس. في ولدين كبار، ولد وبنته كبار وولد وبنته صغيرين، وعندنا السباحه التوقعيه ده بالنسبه لالعاب الماء. وعندنا لسه رفع الاثقال، وعندنا لسه الخماسي، وعندنا لسه المصارعه، وعندنا لسه التايكوندو. يعني كل الالعاب اللي فيها فرصه التنافس على ميداليه في الاخر، فاحنا بنطلب بس الدعم والصبر علينا، ان شاء الله نحقق الهدف ان شاء الله. وكل الدعم لحضراتكم، بشكرك مرة تانية، وكل التحية للأبطال، وتحية لحضرتك، وتحية لكل، وكمان سيادة الوزير موجود مع حضرتك كمان، تحياتنا لسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي ولأبطالنا، والناس كلها وراكم، والناس كلها بتدعمكم ان شاء الله، لان كل بطولة تضاف لينا او كل ميدالية تضاف لينا تضاف لرصيد مصر الأولمبي. بشكرك شكرا جزيلا مهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. امبارح وانا بحيي الدكتور اشرف صبح امبارح، ان كنا امبارح كلنا فرحانين بنجمنا وبطلنا محمد السيد، فالدكتور اشرف صبح كمان من خلال زملائنا الموجودين في باريس سجل لنا، وانا بشكره جدا 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 على كمان رسالته، رساله سياده الوزير، وشكره لينا وتحيته لينا، واحنا بنشكرك جدا سياده الوزير. وانا عارف كمان الوزير ما بيسيبش، يعني بيجري من مكان لمكان لمكان، بيحاول بقدر الامكان يتابع ويحضر كل الماتشات سواء الفردي او الجماعي، وهتشوفوا كمان مع بطلنا محمد السيد دكتور اشرف صبح بيعمل ايه. ومحمد لما احتفل، محمد احتفل واحتفلوا يا ابطال، ما تقلقوش ابدا، انت بتلعب باسم مصر وعلى مصر، وادي الكابتن والمدرب ومحمد السيد اول ميداليه برونزيه لمصر في الاولمبياد. وطبعا هم كانوا شاكين في حاجه، ولكن في الاخر رجعوا اعلنوا فوز محمد. ولكن كمان عجبني المعلق وجميع من يقوم بالتعليق على هذه الماتشات، انا بشكرهم وبحييهم، لانهم بصراحه بيتكلموا عننا بمنتهى الاحترام والاحترافيه والتقدير بصراحه. تعالوا نتابع معلق هذه المباراه محمد السيد ولحظه الاعلان، نشوف. شكرا للمعلق التونسي حاتم. حاتم ده عايز اقول لكم مش حاتم بس، كل واحد بيعلق على ماتشات يد قدم العاب فرديه كلهم بيتكلموا عن مصر بمنتهى الايجابيه، وبيشجعوا اكنهم مواطنين معلقين مصريين. بحييهم بجد كلهم جميع المعلقين، ولكن كمان حاتم وهو بيعلق على محمد السيد، شوفوا رد الفعل قد ايه، هم دول يعني اشقائنا
قد ايه بيتكلموا عننا، قد ايه بيحبونا، ولازم نقدم لهم جميعا كل التحيه والاحترام. بشكر مره تانية الدكتور اشرف صبح وزير شباب الرياضه على هذا الفيديو. نشوف يا استاذ احمد. مبروك وشكرا على وطنيتك والف الف مبروك. دي بدايه يعني احنا في الوزاره واللجنه الاولمبيه المهندس ياسر والناس بتاعتي الاتحاد النهارده الاتحاد السلاح واحده من الرياضات اللي احنا حاططها يعني قلنا ان السلاح ان شاء الله هتجيب حاجه. ميداليه اتاخرت لكن احنا بنبارك لاولادنا، بنبارك للقياده السياسيه، بنبارك للشعب المصري. العالم كله بيتنافس هنا تنافس صعب جدا، كل الدنيا بقى فيها تقدم وتكنولوجي وشباب. احنا بنبني اجيال، بنبني اعداد. حضرتك جيت معانا وشفت المركز الاولمبي، شفت الاعداد وشفت قد ايه احنا يعني مع اولادنا ازاي. الف 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 مبروك ويا رب دي بدايه، دي بدايه، دي بدايه ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. شكرا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي. الدكتور اشرف زي ما بقول لحضرتك سياده الوزير بينتقل من مكان لمكان ومع كل يعني لعبة، مع كل يعني هجمة، مع كل بيقعد مع اللعيبة، مع رؤساء البعثات، مع البعثة بالكامل، والسفير علاء يوسف سفيرنا في باريس موجودين مع بعض على طول عشان أي مشكلة قدام أي لاعب أو أي منتخب بيقدروا يسهلوا كل حاجة، لو في أي عقبات بيذللوها. وبالتالي مهم كمان وجود الدكتور أشرف صبحي مع البعثة عشان يقدر على طول يتاخد قرارات، ودعم كبير جدا لان هو ده التحرك اللي بيتم مع البعثه. وزي ما بقول لكم يعني احنا دايما حريصين على ان احنا نفوز، طبعا فرحه بتبقى كبيره جدا، ولكن خلوا بال حضراتكم العالم كله موجود هناك، احنا بنلاعب ابطال العالم. النهارده منتخب اليد بيلاعب بطل العالم الدنمارك، الدنمارك رايح بيلعب عشان ياخد ميداليه ذهب، فده منتخب قوي جدا. احنا كنا الشوط الاولاني وحشين صراحة، ولكن الشوط الثاني قدرنا نرجع. ويعني الشوط الاولاني الفرق كان كام؟ 10 اهداف، 19-10 الشوط الاولاني. الشوط خلصت الماتش 30-27، وادى محمد علي لما نزل الشوط الثاني حارس مرمى منتخبنا كرة اليد ادى مباراة رائعة وتصدى للعديد من الكور محمد علي، وده اللي عمل فارق كبير جدا محمد علي في الشوط الثاني لما نزل. ده مش يوم هنداوي بالمناسبه، ممكن يبقى يومه في ماتش المجر امبارح اول امبارح، بس مش يوم النهارده قدام الدنمارك. مثلا علي زين مش ماتشه مثلا النهارده، مثلا ماتشه قدام المجر او ما كانش قدام المجر يبقى ماتشه النهارده. يحيى مثلا نفس يعني كلهم ولادنا زي ما بقول كده، ممكن ما يبقاش يومه النهارده. يحيى الدرع وبالتالي لهم كل التحيه، ولازم يا جماعه يعني نصبر على اولادنا، نصبر عليهم ونساعدهم وندعمهم. احنا عندنا بعثه كبيره 148 واحد موجودين. طب من الاول قالوا كام؟ ما قالوش هناخد 148 ميداليه خالص. قال لك يا 7 يا 8 يا 10 يا بالكثير 11. طب لسه الامل قائم. واحنا كمان الالعاب اللي هي يعني بناخد فيها ميداليات لسه ما جاتش. كنا بنتكلم على السلاح وجابوا ميداليه. لسه قدامنا ممكن السباحة، ممكن التايكوندو، رفع الأثقال كذا، وممكن اليد إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويا رب لو القدم كمان نعمل حاجة. قدامنا لسه قدامنا أمل، فدايما قدامنا أمل. إحنا مش بنلعب لوحدنا هناك، عالم بقولك 205 بعثة موجودة. فتاني بتكلم على الدعم، ما ينفعش من أول نفضل وناس تجري وتقول لك الحقوا نائل نصار. نائل نصار مين؟ ده رجل بسم الله ما شاء الله. نائل عنده يعني ما شاء الله مش محتاج. هو نائل رايح عشان ياخد 100 دولار المكافأة ولا ياخد بدل إقامة؟ مين اتكلموا على إيه؟ مين دول اللي بيكتبوا على موقع التواصل الاجتماعي يقول لك قال مصفرين؟ مصفر مين؟ ده نائل نصار ده لنفسه لوحده يصرف على يعني مش عايز اقول يعني ده طياره خاصه ومعاه كل المدربين بتوعه والناس اللي معاه. مش بتكلم حتى على يعني بيل جيتس خالص، بتكلم عليه هو كمان شخصيا. فتتكلموا وتكتبوا وناس تقعد تكتب بنصرف، تصرف على مين؟ بيصرف على مين ولا تصرف على مين؟ هو الراجل جاي يمثل وبيلعب باسم مصر،
تاني بيلعب باسم مصر. فيعني لازم ندعم ناس ومنفضلش طول الوقت يعني نمشي ورا الترند ونمشي ورا مواقع التواصل ونمشي ورا الناس اللي بيحاولوا يتكلموا في أي أمر سلبي أو يتكلموا بس سلبيات. تكلموا ليه؟ نائل نصار محتاج إقامة والبعثة المصرية ما فيش الكلام ده خالص. قال لهم أنا متحمل كل شيء، أنا متحمل كل شيء. يعني شكرا، بنشكره يعني. الراجل زي كده لازم نشكره. يعني الراجل ده مرضيش ياخد الجنسية الأمريكية، ما كان ممكن ياخد الجنسية الأمريكية، اتجوز بنت بيل جيتس، لا قالك لا أنا هلعب باسم مصر. كان ممكن يلعب باسم أمريكا على فكرة، أقرب حاجة وأسهل حاجة. يعني الراجل ده لازم نحييه بجد ولازم نشكره بجد إنه بيلعب باسم بلد هو عارف قيمة مصر، ومصر باسمها وعلم مصر ونقل نصار. تاني نحييه ونشكره، مش نيجي نقول نصرف على مين. مش محتاج خالص. يعني هو مش محتاج اصلا، غير انه كمان يتجوز كذا ولا حمامي، مش محتاج الموضوع ده نهائي. فارجوكم لو سمحتوا بلاش تمشوا ورا بعض من يسيئوا او يريدوا الاساءة. خلينا دايما نشوف الامل، نبقى باصين على بكرة احسن، ونتكلم على بكرة ان شاء الله يبقى افضل بالنسبة لنا ان شاء الله. نروح لبني سويف النهاردة ودكتور خلع بفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهذه الزيارة المهمة أيضا في لمحافظة بني سويف، ومع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. في ختام جولاته للمنشآت الطبية بصعيد مصر والتي بدأت الأسبوع الماضي، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عددا من مستشفيات محافظة بني سويف، والتي استهلها بمستشفى ناصر العام للوقوف على مراحل الإنشاءات القائمة بها، ثم مستشفيات الصدر والتأمين الصحي والتخصصي للوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين. والنهاردة طبعا هو حصاد زيارات ميدانية اتعملت في 4 محافظات، أسيوط وسوهاج وبني سويف والمنيا. النهاردة احنا بنختتم الجولة الأولى من الزيارات الميدانية في محافظات الصعيد في محافظة بني سويف باستضافة كريمة من سيادة المحافظ. إن شاء الله من خلال الزيارة بنشوف كمان 7 مراكز و7 وحدات صحية اللي موجودة في المحافظة، سواء هنسيا أو بني سويف أو سمسطة أو الفشل أو ناصر أو الواسطة. كل دي فيها مشروعات قومية ضخمة جدا في القطاع الصحي، بالإضافة ل 14 مستشفى لوزارة الصحة وبخلاف المستشفيات الجامعية و207 وحدة رعاية أساسية. بنحاول نطمئن على تقدم الأعمال سواء القائم بالفعل زي المستشفى التخصصي اللي احنا موجودين فيها أو مستشفى التأمين الصحي أو المستشفيات اللي هي في إطار الإنشاء الجديد أو التطوير أو رفع الكفاءة. مهم جدا محافظات الصعيد واخده اهتمام كبير. احنا بعتنا 13 إدارة مركزية من على مستوى الوزارة في الأسبوع اللي فات بس علشان تشوف الأربع محافظات. بعتنا أكثر من 153 متخصص ومن إدارة الحوكمة والرقابة والتفتيش من الوزارة. الغرض منها ان احنا الوقوف على الموقف الحالي، اذا كان في بعض النواقص نكملها، اذا كان في بعض المشاكل والتحديات نقدر ان احنا نتغلب معاها. الناس بتشتغل شغل محترم جدا في ضوء صعوبة الامكانيات، ولكن في تواجدنا دايما بنبقى موجودين لحل المشاكل ونجازي اذا كان في اي تقصير، وايضا ونثيب اي حد كان بيتميز في شغله. احنا بنبقى شايفين طبعا لما بتخش مستشفى في التطوير زي مستشفى ناصر اللي احنا كنا موجودين فيها، ده بيعمل ضغط على مستشفيات تانية، واذا كان النقص في اجهزه غسيل الكلى او كان في نقص في الحضانات او في نقص في بعض الادويه اللي احنا شفناها من خلال تعاملنا مع المرضى، لان بتبقى فرصه كويسه ان احنا بنتكلم مع المريض المنتظر العياده او جاي ياخد الخدمه بتاعته، شكل المشكله عنده ايه، او اذا كان في عنده اراء، لان احنا برضو معنيين ان احنا نستمع الى متلقي الخدمه. واحنا ماشيين فيها حاجات بتبقى سواء من البنيه التحتيه او سواء من خلال الشغل العملي للاطباء. يعني بالنسبه للمستشفى دي شغاله بغرفتين عمليات، هي تستحق ان يكون فيها 5 غرف عمليات. وجهنا ان الثلاث غرف التانيين اللي هم داخلين في التطوير ننتهي منهم بالكامل ويخش الخدمه في خلال 3 شهور. اذا انت في زياره زي دي ممكن تدفع
مستشفى من غرفتين عمليات الى 5 غرف عمليات. اكيد ده هيريح في قوائم الانتظار وهيريح في يعني الدكاتره حتى ان هم يقدروا يشتغلوا باريحيه كبيره في ظل الامكانيات اللي بتكون متاحه. بناكد على ان هذه الزيارات بالفعل بتدفع في تطوير المنظومه الصحيه، وهي بتاكد على تكامل الحكومه ما بين الحكومه المركزيه والمحافظات على دعم وحوكمه المنظومة الصحية بشكل عام. معالي الوزير النهاردة زار مستشفى ناصر اللي الحمد لله تحركت في عهده في السنوات الأخيرة. طبعا عندنا كمان بيحصل تطوير لمستشفى بيبا وعدد آخر من الوحدات الصحية والمستشفيات إضافة إلى مشروعات حياة كريمة. زرنا التأمين الصحي اللي سيادته زاره في بداية التطوير، والنهاردة الحمد لله انتهت اعمال التطوير فيه، واخيرا موجودين في مستشفى بني سويف التخصصي اللي هتكون صرح كبير هيخدم على محافظه بني سويف بالكامل بل والمحافظات المجاوره كمان. فالحقيقه حابين ان احنا نشكر الحكومه ونشكر معالي وزير الصحه على الدعم الكامل لمحافظه بني سويف، وان شاء الله الدعم ده مستمر في اطار التنسيق ما بين المحافظات والحكومه المركزيه. كان وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اعلن الاسبوع الماضي عن انطلاق حمله الصعيد والتي استهدفت المرور الميداني للمنشآت الطبية بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، ونجحت في اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتحسين بيئة عمل الفرق الطبية. من محافظة بني سويف، محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي. كان نقيب الزراعيين دكتور سيد خليفة كان وقعوا من كم يوم كده بروتوكول خاص بمشروعات إنتاجية زراعية، والنهاردة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان عامل اجتماع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على مشروعات إنتاجية. ممكن حضرتك في البيت جنب بيتك تعمل مشروع، مش لازم تعمل حاجة على كام فدان، ممكن تبقى حاجة صغيرة. دولة شغالة في الملف ده، والملف ده بالمناسبة هيكون ملف مهم خلال الفترة اللي جاية. ماذا عن التفاصيل دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين؟ مساء الخير على حضرتك. مساء النور، تحياتي لحضرتك. ممكن نتكلم الأول على البروتوكول الخاص بيكم، ماذا عن الملف الخاص بمبادرات القادمة، ماذا عن مشروعات الإنتاجية الزراعية، واللي احنا ممكن يتم كمان في المحافظات بتاعتنا، اهالينا في الصعيد وبحري اللي يقدر يعمل مشروع صغير، مش لازم يعمل مشروع محتاج كم مليون، محتاج ممكن كم الف ويعمل مشروع. صحيح. خليني احمد بيه، الدولة والحكومة مستهدفة في برنامجها خلال السنوات القادمة 4 قطاعات رئيسية: قطاع الزراعة، قطاع السياحة، وحضرتك امس واول امس حلقات عن تنشيط السياحة ودور السياحة في دعم الامن الناتج المحلي بتاعنا، وايضا قطاع الصناعة، والقطاع الرابع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قطاع الزراعة عشان نزود الانتاجية الزراعية من قطاع الزراعة ونزود الناتج المحلي له محاور الحكومة محددة. احد اهم هذه المحاور هي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عشان سادة المشاهدين من خلال برنامج حضرتك، ده اللي كان زمان اسمه الصندوق الاجتماعي، كان زمان تحت مسمى الصندوق الاجتماعي، تحول الآن وأصبح اسمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة. هذا الجهاز له مشروعات وله أنشطة متعددة في المحافظات المصرية جميعها، وكان مهم جدا قطاع الزراعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي، مهم جدا لان احنا عايزين نزود الانتاجيه الزراعيه ونحول الريف من الاستهلاك ومن الثقافه الاستهلاكيه الى الثقافه الانتاجيه. كيف يتم ذلك؟ لابد من وجود مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر في الريف، سواء كانت مشروعات متعلقه بتربيه الدواجن، بتسمين مواشي، بانتاج نحل عسل، بتصنيع زراعي، كل ده هيوفر فرص عمل لأهالينا في الريف. هذه المشروعات تحتاج تمويل بسيط، ليس تمويل ضخم، مش محتاجة ملايين، إنما في بعض المشروعات تحتاج 20 أو 30 أو 40 ألف جنيه. جهاز تنمية المشروعات هنا مين اللي هيمول؟ بنك الزراعة ولا بنوك المختلفة؟
لا في البنوك المختلفة آه. وأيضا جهاز تنمية المشروعات بيمول بعض هذه المشروعات. فضل. وبالتالي كانت المبادرة بتاعتنا من خلال التعاون والشراكة ما بيننا كمجتمع مدني احنا ونقابة المعلمين مع الجهاز مع الحكومة، لان في النهاية الجهاز هو تابع لمجلس الوزراء وبالتالي دي شراكة بنحس الناس كلها والدولة بتوجه بداية انه يكون في شراكة ما بين الحكومة ومع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني عشان نقدر من خلاله نوفر فرص عمل. هذا البروتوكول هدفنا منه احنا في عندنا مبادرات للابتكار الزراعي، عمليات التدريب وتأهيل الخريجين سواء كان في كليات الزراعة أو في الطب البيطري أو حتى في المدارس الثانوية الزراعية، لما يحصل عملية التدريب والتأهيل وربطهم بجهاز تنمية المشروعات بتتيح لهم فرص، مش دول بس، أي حد في الريف بغض النظر عن هذه الفئات بالتالي إحنا مستهدفينه من خلال عملية التدريب والتأهيل مع الجهاز. حقيقة الجهاز بيبذل مجهود كبير، بيقدم التمويل المالي وبيقدم الدعم الفني وبيقدم التدريب. احنا النهارده لما نقول مشروعات متناهية الصغر دي هتتيح فرص عمل، لان مش محتاجة زي ما قلت تمويل مالي ضخم، انما هينتج هتوفر له فرص عمل هتحسن الحالة الاقتصادية بتاعته. تخيل حضرتك لما يبقى فيه مزارع بسيط او مواطن بسيط في قرية من القرى، هو عنده أوضة او عنده مكان جنب البيت هيعمل فيه مشروع تربية دواجن، هيتم توفير ليه الدواجن او الكتاكيت الاعلاف بتاعتها الامصار واللقاحات الدعم الفني بعد ما يتم تدريبه وتأهيله، لان مش كل الناس عندها الخبرة في هذه المشروعات الزراعية. وبالتالي حتى الجهاز بيعمل عملية دراسة جدوى لهذا المشروع، بيسر كثيرا جدا جدا من الاجراءات بحيث انه يتيح هذا التمويل الصغير الى اهالينا، وده تقريبا هدفنا كلنا. طب هل احنا بدأنا في هذا البرنامج؟ بدأنا في 3 محافظات، في الإسماعيلية، أيوة، أيضا في الفيوم، كويس، وفي محافظة المنوفية، كويس. النتائج على الأرض. طب بتعملوا ست النقيب هنا المحافظات اللي بدأتوا فيها؟ صحيح، احنا بنعمل عملية توعية سواء كانوا زراعيين أو مواطنين عاديين، الخريجين المستهدفين هم من كليات الزراعة والطب البيطري أو المدارس الثانوية الزراعية، بنديهم تدريب على المشروعات اللي المفترض ان دي اللي هيبداوا نشاطاتهم فيها، زي ما قلت اللي هي المشاريع المتعدده الصغيره. هل هو اللي بيحدد ولا انا اللي بقول له هتزرع ايه؟ انا خلينك اقول لحضرتك بصراحه، احنا لما بنعمل التدريب بنقول المشروعات وبعدين بنعمل عمليه تقييم للمتدرب، هل هو عنده استعداد وخد فكره جيده عن المشروع ده من خلال كوتشنير بيتعمل او تقييم بيتعمل، بنقول ده يستحق ان هو ياخد تمويل مشروعه، وبالتالي بيتم ربطه مع مكتب الجهاز تنمية المشروعات في المحافظة اللي هو موجود فيها، وبالفعل تم إتاحة التمويل لبعض الأفراد في الفيوم وأيضا في الإسماعيلية من خلال هذا البرنامج. مبشرة التجربة على الأرض، مبشرة على الأرض مبشرة، بس بتحتاج في بعض الإجراءات لسه المتعلقة، بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالجهاز، كل ده بنحاول بالتعاون المشترك ان احنا نزلل هذه العقبات عشان نتيح التمويل لاكبر عدد من اهالينا. اقل حاجه كام يعني ممكن يبقى كام؟ 20 30 40 الف اقل حاجه؟ لغايه 40 الف جنيه، لحد 40 الف. 40 الف جنيه، وبالتالي ده بيوفر فرصه عمل للمواطن، والناس تحسن وضعها كمان الاقتصادي ودخلها، تحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وبتحول القريه من قريه مستهلكه الى قريه منتجه، وده الهدف من البرنامج. احنا مستهدفين الفترة اللي جاية 8 محافظات تانيين بجانب الثلاثة اللي بدأنا فيهم، بحيث الشبكة تغطي كل المحافظات على مستوى الجمهورية. طيب سيادة نقيب، هل بنتكلم ايضا بجانب ده بنتكلم على التطوير الخاص بالري الحديث يعني في اطار منظومة كاملة؟ الجهاز تنمية المشروعات مهتم بقطاع الزراعة زي قطاع الصناعة وباقي القطاعات الاخرى، وحتى النهارده اجتماع دولة رئيس الوزراء مع مسؤول الجهاز ورئيس الجهاز استاذ باسل رحمي، نعم، كان في توجيه ان المشروعات المتعلقه بتطوير الري الحقلي وتحديث نظم الري خصوصا في مساحات القصب، وانا يمكن كنت مع حضرتك من اسبوعين في البرنامج وقلت ولنبدا بالمساحات المزروعه قصب، هي نبدا بها عمليه للتطوير في 340 ألف فدان المزروعين في 5 محافظات. النهاردة في توجيه من السيد رئيس الوزراء للمسؤول الجهاز ان يتيحوا التمويل والتسهيلات المطلوبة لتطوير الري الحقلي في القصب تحديدا، ويمكن احنا كنا اتكلمت مع سيادتك في الموضوع ده من اسبوعين.
وده توجه لانه مهم جدا عمليه تطوير الري الحقلي والاستخدام الري الحديث. ولنبدا بنموذج زي مساحات القصب، دي بتبقى اسهل في عمليه التطوير على لما نخش على باقي المساحات في الوادي والدلتا، المساحات القزميه او المساحات المحدوده اللي بتزرع محاصيل متنوعه، انما القصب محصول معمر بيزرع يعني موجود في الارض لمده 4 أو 5 سنوات، وبالتالي تجربه تطوير الري فيها تبقى ايسر واسهل، وهيقبل عليها الفلاحين من خلال حزم تحفيزيه هيتم تقديمها باذن الله. عارف حضرتك واحنا كلنا من البلد، وزمان كان عندنا بيوتنا واحنا كلنا كل بيت عنده حته ارض بيزرعها، عنده علاقته بالجمعيه الزراعيه، بياخد سماد، بياخد تقاوي، بياخد، وبالتالي هل النهارده ببدا ارجع لهذا المفهوم بس بنظام احدث، انه بحيث كل واحد النهارده بيبقى عنده اعتماد على نفسه، وانا كدوله من خلال يعني ازرع مختلفه بساعده يبقى عنده دخل، بدل ما هو مستني اعانه من الحكومه، تكافل وكرامه، يعني يبقى هو عنده مصدر بتاعه. ده اللي حضرتك بتقول بالظبط، واحنا حياتنا كلنا في الريف زمان كانت كده بالظبط، ان الفلاح بينتج كل حاجته، المزارع كل حاجته عنده في البيت. انا عايز اقول لك من خلال يعني احتكاكي خلال الفتره اللي فاتت من خلال هذا البروتوكول ومع زملاء مسؤولين للجهاز والمسؤولين عموما، لا هناك اراده سياسيه قويه جدا لتحويلنا من السياسه الاستهلاكيه الى السياسه الانتاجيه في البيت من خلال هذا البرنامج اللي هو المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر في قطاع الزراعه في مصر. دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، بشكرك شكرا جزيلا. نروح النهارده لانطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الافتاء، شارك اكثر 104 من العلماء والوزراء وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام. نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. من القاهرة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلق المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، وذلك بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية والمنظمات الأممية وكبار رجال الدين من المفتيين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم. أن اجتماعنا هنا في مصر العزيزة الغالية لمناقشة تلك التحديات التي تواجهنا يؤكد دوما أن مصر كانت ولا زالت قائدة رائدة على مر العصور، خاصة في عصر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، والذي بذل ولا زال كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء المصرية، حيث قدم لها كل أنواع الدعم المادي والمعنوي الذي ساعدها لتخطو خطوات جادة في تجديد الخطاب الإفتائي وجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية على كلمة سواء. أقول لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، إن وزارة الأوقاف بكل قدراتها ومقدراتها وشيوخها وخطبائها وأئمتها مجندة لدعم فضيلتك ولدعم دار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها السامية في خدمة شعب مصر العظيم وفي خدمة المسلمين جميعاً والإنسانية كلها. إذا كنا نتحدث عن البناء الأخلاقي في عالم متسارع فلا يفوتنا أبداً ما وقع بالأمس من حدث جلل مفتقد تماماً للبناء الأخلاقي، وذلك ما وقع في حفل افتتاح أولمبياد باريس مما أصابنا جميعاً ببالغ الأسى والاستنكار من تعرض غير لائق لمقام سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أهدي الحاضرين جميعاً تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، ورجاءه الصادق لهذا المؤتمر الذي يحظى برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، أن يطرح بحوثاً جادة ورصينة تكون دليلاً على قدرة الموروث الفقهي والفكر الإسلامي
على التفاعل مع معطيات الحاضر بما يخدم البشرية ويحقق تطلعاتها. وتناول المؤتمر ثلاث محاور رئيسية، وهي البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه وأوجه التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القيم الأخلاقية. نعم، لقد أصابت الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم وعلى رأسها فضيلة الشيخ شوقي علام باختيار هذا الموضوع، وبخاصة في هذا الزمن الذي تتصارع فيه العلوم والأهواء وتتصارع فيه السيطرة وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. يعقد هذا المؤتمر في أجواء إقليمية وعالمية مشحونة بالاستياء والتوتر تجاه ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في فلسطين المحتلة، من جراء مواصلة العمليات العدوانية الإسرائيلية الهادفة للإبادة وتدمير كل شيء دون اكتراث برادع. كما شهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية الهامة، منها إصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات. مصر لا تزال لها الريادة في العقل الديني في العالم كله الإسلامي، العقل الديني العالم، وإن مصر الأزهر لا تزال هي قبلة العلماء وهي عقل الأمة الإسلامية والأمة العربية. يجتمع العلماء والشيوخ من العالم كله، وطبعا بتغير الواقع والحاضر بتتغير الفتاوى، وفتاوى لا بد أن تبنى على الأخلاقيات، هذا أهم شيء. المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، الفتوى والبناء الحضاري في عالم متسارع، قمة دينية إفتائية على الأراضي المصرية، رسالة حضارية لصانع السلام والتعايش السلمي. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي. قبل ما انتقل وارحب بضيفي الكريم اللي شرفني بعد قليل، رجل اعمال استاذ رأفت ماهر جولدن تاون، هنتكلم في ملفات مهمة. ولكن بكرة بناء على طلب ناس كتير جدا عايزين نعيد حلقة وحوارنا مع السيد محمد فايق، اول وزير اعلام في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فبكرة ان شاء الله سنعيد الحوار غدا بإذن الله تعالى بناء على طلب الكثير جدا من المشاهدين والمشاهدات الكرام، فرغبة لهذا الطلب بكرة سنعيد هذا الحوار بإذن الله تعالى لحضراتكم. بعد الفاصل هيشرفني رجل أعمال أستاذ رأفت ماهر. رأفت ماهر بدأ تجربة مهمة منذ عام 95، الاستثمار في والتطوير العقاري، تطوير واستثمار عقاري. عمل مشروعات بسم الله ما شاء الله تعدت حدود مصر، مشروعات ناجحة موجودة في إفريقيا، موجودة في العالم العربي، موجودة في أوروبا، موجود نشاطه تطوير واستثمار العقاري في 16 دولة، موجود في مصر كمان في العديد من مشروعات، عنده كمان النهاردة مشروعات كبيرة بيعملها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة. هيشرفنا بعد شوية عشان نتكلم على هذه التجربة الناجحة، بدأ إزاي وصل النهاردة إلى أين. زي ما بقول كده، النماذج الناجحة في مصر مهمة قوي كمان، يعني هم منورين دايما ودايما يفضلوا منورين يا رب دايما، ولكن مهمة قوي كمان الناس تشوف إنه مش كل حاجة، يعني في ناس بدأت من الصفر، اللي بدأ من الصفر ده وصل النهاردة للعالمية، تخطى وتعدى حدودنا. تجربة مهمة هنتكلم عنها بعد شوية مع أستاذ رأفت ماهر اللي شرفني بعد قليل، ولكن نروح لتجربتنا كمان المهمة والفريدة وتتنور وتبقى دايما بتنور قدام الدنيا كلها، تجربتنا في مكافحة فيروس سي. ومصر تحتفل باليوم العالمي للكبد، تستعرض خلال هذا المؤتمر أيضا المهم تجربة مصر في القضاء على فيروس سي.
بدل ما كنا رقم الدولة الأولى في الإصابة بفيروس سي، بين الدولة الأولى التي واجهت وكافحت وانتصرت على فيروس سي. عندنا تجربة فريدة جدا، علماءنا النهاردة بيتكلموا في هذا المؤتمر والمحفل الكبير والمحفل العالمي المهم، بيتكلموا عن تجربة مصر وإزاي مصر نجحت في مكافحة والقضاء على فيروس سي. متابع هذا التقرير ثم فاصل، واستقبل ضيفي الكريم الأستاذ رأفت ماهر رجل الأعمال، نتكلم على أيضا جولدن تاون للتطوير التطوير والاستثمار العقاري، وزي ما بقول كده مجموعة متميزة جدا، شركة كبيرة جدا بتشتغل في المقاولات والإنشاءات، متخصصة في الكثير من إقامة الكيانات والمشروعات الاقتصادية والتجارية والترفيهية المتميزة. بعد الفاصل. احتفلت وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للكبد، وجاء ذلك الحفل بعد حصول مصر على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سي. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فحص حوالي 1,650,000 طالب خلال العام الدراسي 2023-2024 بنسبة إنجاز تخطت 77%، وجاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة. لم تكن هذه نهاية القصة، بل هي مجرد البداية، ولا يزال لدينا الكثير لنفعله لضمان استدامة خطة القضاء، ونعمل بشكل مكثف مع مكتب منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان كفاءة خطة استدامة القضاء، ولا يزال لدينا الكثير لنفعله في مجال سلامة الدم وسلامة الحقن، ويشمل ذلك العلاج من أجل تحقيق نوع من الانتقال لضمان تقليل معدلات الوفيات بشكل أكثر قوة. This is a journey started in 1995. بدأت هذه الرحلة في عام 1994، قبل 30 عاماً، حيث بدأنا أبحاثنا مع الأستاذ الراحل مصطفى كمال. كان أستاذ الصحة العامة في جامعة عين شمس، وهو عضو مؤسس في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات، وقررنا في ذلك الوقت أننا يجب أن نبدأ بجمع بياناتنا الوبائية عن انتشار فيروس الكبد الوبائي سي في مصر، وما هي توزيعاته في المحافظات المختلفة، ولماذا يكون مرتفعا في المناطق التقليدية، ولماذا يكون متوسطا في مناطق أخرى في مصر، ولماذا يكون منخفضا في الإسكندرية والقاهرة. النهاردة يوم مهم قوي، أولا يوم عالمي العالم كله بيحتفل به، وهو يوم خاص الحقيقة، وليه معنى خاص بالنسبة لمصر، لأن هو يعني نجاح كبير جدا وإنجاز يرقى إلى الإعجاز، من دولة هي الأولى في الإصابة بفيروس سي إلى دولة في خلال شهور الأولى في التخلص من فيروس سي برضو. ده بعد رحلة من الكفاح والعمل والمعاناة، واستطاعت مصر تحقق هذا الإنجاز الإعجاز، بيدل على تكاتف الدولة كلها والإرادة السياسية وتوفير كل الإمكانيات لهذا الإنجاز. يعقبه الكثير من الجهد، لأن أنت عايز تحافظ على هذا النجاح وهذا الإنجاز، ده الأصعب، وتطوره بالضبط، تحافظ عليه وتطوره. من نسبة تحافظ عليه هو أن أنت تمنع الإصابة تاني بفيروس سي، تمنع أن الناس تتعدي تاني من فيروس سي، تحافظ على الحاجات أو تمنع كل الأدوات اللي هي ممكن تنقل الفيروس. الاحتفالية دي بتقول أننا مكملين في السكة، إحنا أخذنا الجولدن تير، الليفل الذهبي اللي هو في الطريق للقضاء على فيروس سي، يعني إحنا لسه ما قضيناش على فيروس سي، لكن بنسبة كبيرة، والمفروض أن إحنا نعلن أن مصر خالية من فيروس سي في 2030. والفعالية دي بتقول أن إحنا مكملين في السكة، ما اكتفيناش بأن إحنا خدنا الذهبي، الإشارة الذهبية، ولكن إحنا مكملين في القضاء على فيروس سي حتى نقضي عليه تماما. مبدئيا احنا مستمرين في ان احنا نرصد الحالات ونعالج، وتوفر العلاج بسهولة جدا، مش بس كده، منع العدوى عن طريق مثلا الحرص على دم آمن، لانه من ضمن، حضرتك عارف طبعا انه من ضمن اساليب العدوى هي بنوك الدم،
لكن احنا دلوقتي البنوك الدعم تقريبا بقت 99.9% بتدي دم آمن. اولا إرادة سياسية قوية ان احنا نتخلص من هذا الفيروس، تنظيم جيد جدا وعمل دؤوب من خلال لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مجهود مضني على مدار شهور في مختلف الوحدات ادى الى ان احنا تغلبنا على هذا الفيروس ولم يعد هناك النسب التي كنا نتهم بها قبل كده بتواجده في المجتمع. النهارده عدد المرضى اللي بيتوافدوا على وحدات العلاج اعداد تعتبر 1 على 1000 من اللي كان بيتوافد عليه في خلال المبادره. الحمد لله وصلنا للنسب الدوليه المقبوله، ونحمي من المجتمع ان ينتشر فيها تاني هذا الفيروس لعين. ازاي قدرنا نوصل للنقطه ديت؟ قدرنا نوصل للنقطه ديت من خلال مجهود كذا محور، مجهود كذا لجنة، مجهود كذا محور. ابتدى من سنين طويلة من 2006-2007 مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انها تدخل علاجات فيروس سي، استمرار اللجنة وتواصلها مع الكيانات المشابهة لينا برة، نحن ننقل الخبرة الحياتية بتاعت الخارج ونوصلها للقيادة السياسية عندنا ونتعامل مع القيادة السياسية للغرض كان موجود عندهم من الأول، ان يكون في تعامل مع المواطن المصري بأعلى مستوى من الخدمة الطبية بأحدث طرق العلاجية. دي حاجات ما كانش ينفع تتحقق بس بالعلم، كان ينفع كمان تتحقق لنا فلوس إمكانيات. هذا الإنجاز الهام لم يكن من السهل أن يحقق بدون الدعم المستمر المقدم من القيادة السياسية. محمد هاني لبرنامج على مسؤوليتي. مرحب ضيفي الكريم الأستاذ رأفت ماهر، كل التحية لحضرتك. أهلا وسهلا. خليني نبدأ كده نعرف الناس بداية عشان أوصل النهاردة بسم الله ما شاء الله حجم انتشار جوه مصر بره مصر. بدايتك كانت إيه؟ بدأت إمتى؟ أول مشروع عملته عشان تنتقل من المشروع ده إلى أوروبا وإلى الدول العربية وأفريقيا؟ بص حضرتك، احنا اول ما استثمرنا في جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا في مدينه اسمها كيب تاون. نعم. كيب تاون دي بتبقى المحيطين بيبقوا مع بعض، بيلتقوا مع بعض في كيب تاون يعني. نعم. الحمد لله احنا عملنا مول هناك المولات بتبقى مسطحه يعني زي الكارفور هنا، بيبقى دور واحد ومش ارتفاعي يعني. نعم. بعد كده رو عملنا في دوله الكاميرون في دواله، والدواله. نعم. دي العاصمه بردك نفس القصة، مولات مسطحة. يعني بداية بدأت من افريقيا. نعم. سنة كام؟ الاستثمار احنا بالظبط كده جنوب افريقيا يعني ممكن من 22 سنة. والكاميرون مثلا من 15 سنة كده. نعم. يعني. نعم. الحمد لله جيت من فترة طويلة، من حوالي قعدنا في الساحل الشمالي. الحمد لله 19 سنة بنشتغل، والحمد لله اما الدولة طرحت اراضي في كل المحافظات وطرحت في اماكن كتير، فبدات افكر ايه الجديد اللي الدوله عاملاه، فلقيت الصراحه العلمين موجوده ولقيت المحافظات كلها موجوده، بس حسيت ان الدوله كلها حاطه تركيزها كلها في العاصمه. ودليل على ذلك ال 34 وزاره ومجلس النواب ومجلس كله في العاصمه. ورئاسه. نعم. الوزراء. فرحت العاصمه. رحت وهي ارض صفراء. أرض صفرة. بصيت على المنظر، كانت ساعتها الوزارات بس بتتعمل. فأنا كمستثمر عقاري لازم يبقى ليا رؤية بعيدة المدى. فالحمد لله فكرت كتير قوي، لقيت إن أنسب مكان مفيش فيه ريسك خالص هو العاصمة الإدارية. بعد تفكير كبير الحمد لله بدأت صفيت شغل في مناطق كتيرة، وبدأت أركز في العاصمة الإدارية وبالذات في الداون تاون. لان الداون تاون مكان مش هتكرر تاني، قدامك 34 وزاره وصرح كبير زي مسجد مصر والسوق. نعم. دهب ومك. نعم. يعني كل ما يخطر على بالك فخدت هناك موقع كبير. انا في العاصمه الاداريه احنا عاملين 4 مشاريع لغايه النهارده الحمد لله. يمكن بدايتهم زي ما حضرتك شفت كده زافورت. قدام زافورت قدامه مباشره المونوريل. بعد المونوريل في سوق الدهب. نعم. بعد سوق الدهب في مسجد مصر. نعم. مسجد مصر ده صرح كبير. صحيح. بيشيل 107 ألف مصلي. نعم.
وعلى شمالي 34 وزارة. فطبعا أنا هنا ما عنديش أي نوع من الريسك من الخسارة، إنك بتستثمر في مكان زي ده مش هتكرر تاني. أنا ممكن أعمل كومباود في حتة، في اتنين، في تلاتة، بس الداون ده في الوزارات دي مش هاخدها معايا في أي حتة تاني. نعم. فبدأت تركيزي إن أنا أكون في الداون تاون الحمد نعم. لله. فركزت وجودك في العاصمة دلوقتي، في العاصمة الإدارية في الداون تاون. اللي بيروح العاصمة كسبان، حاجة بتقول أحسن استثمار هناك دلوقتي. أنا ودليل على ذلك إن أنا رحت بنفسي برأس مالي، رحت العاصمة الإدارية. ما أنا لازم أما أختار لنفسي، لأن أنا بعد كده هختار للعميل. نعم. لا يعني الأول ناس كان بتشكك في العاصمة ومش هتبقى ناجحة، ولا هي فلوس مرمية في الأرض، وإيه العاصمة هتعمل إيه؟ لا، العاصمة بتتكلم عن نفسها النهاردة. النهاردة العاصمة بتتكلم عن نفسها. طبعا العاصمة حتى المستثمر بتقول كده. طبعا بتقول كده. طبعا هو انا لو مش ناجح المشروع هيبقى 2 وهيبقى 3 وهيبقى 4. معلش، انا رابع مشروع، ثالث مشروع ورابع مشروع، انا 7 قطع اراضي وعملت لهم ضم. يعني دينيرو ضم قطعتين، واورو تاورز 3 قطع وعملت لهم ضم. نعم. بالتالي لا، النجاح بيبان عليه. نعم حضرتك. فالعاصمه الاداريه كل من حط فلوس فيها، لا هو حط استثماره في مكان امين، في مكان الدولة كلها فيه. نعم. وده يثبت نجاح، لأن الدولة إنه في رؤية، في رؤية، بتقول الرؤية ديت ناجحة. حضرتك أنت النهاردة أما تروح وسط البلد بالزحمة اللي هي فيها دي، هي ليه وسط البلد زحمة؟ نعم. لأن فيها المحلات وفيها كل حاجة على النظام القديم. صحيح صحيح. لا، العاصمة متصممة على أعلى طراز، يعني بتنافس الدول. أنا رايح 43 دولة حضرتك. تمام. فعارف يعني إيه الداون تاون في كل دولة. نعم. بكرة الناس هتتمنى متر في العاصمة الإدارية. وكمان العاصمة ما بقتش تطرح زي الأول أي حد عايز ياخد بياخد. لا، الدولة المصرية عارفة هي رايحة فين بالعاصمة الإدارية. واللي بيستثمر فيها إذا كان عميل عادي أو عميل، يعني النهاردة مش أي حد يستثمر هناك؟ لا، المجال مفتوح. بس هم مفتوح. دلوقتي بدأوا ياخدوا المطورين وياخدوا المستثمرين بحكمة شوية عن الأول. فاهمني حضرتك؟ نعم. عايزين يعملوا حاجة تنافس أوروبا وأمريكا بكل معالمها وشرق آسيا. يعني اللي بيروح هناك لازم يبقى له اسم، عنده سابقة أعمال وخبرة كبيرة. طبعا. وعنده كمان فلوس، ملاءة مالية. طبعا ملاء. أنا عامل أورو تاورز، أنا واخد الديزاين بتاعه من شرق آسيا. يعني كنت هناك وخدت الديزاين، عجبني جدا فحبيت اصممه هنا الحمد لله. استثمارات حضرتك قد ايه في العاصمه دلوقتي؟ احنا عاملين ده رابع مشروع الحمد لله. صارفين كتير؟ يعني احنا عاملين استثمارات ممكن تخش في 11 مليار جنيه. 11 مليار جنيه. الاربع مشروعات بعد انهاء المشاريع الحمد لله. الاربع مشروعات. والمشروع الرابع بالذات انا جايب له شركه فندقيه. يعني مش عايز اصرح بيها دلوقتي، شركه عالميه. لاداره الفندقي بتاعنا ان شاء الله. هتعمل فيها فندق؟ طبعا. انا عامل 3 ادوار الاخر. بيكشفوا العاصمه الاداريه كلها. كام دور عامله برج ده؟ الاورو تاورز ارضي. الاول 4 بيسمنت. وارضي و14 دور. فمن فوق كمان كل اللي تحتيه 3 و4 ادوار بس. فمن فوق انا شايف كل العاصمه، من برج الايقوني لكنيسه ميلاد المسيح للنهر الاخضر، كل ما يخطر على بالك، حتى الترافيك تحت. نعم. محكمه. نعم. مستشفى. مدرسه. نعم. الترافيك تحت ومن نعم. فوق الفيو اللي انا بقول لحضرتك عليه. فجايب شركه كبيره قوي للفندقي، والحمد لله شركه اداره غير عاديه للتجاري وللاداري الحمد لله. التسويق بتعمل ايه التسويق؟ وهل بدات تطرح مشروعات للناس ولا لا؟ احنا الحمد لله احنا ماشيين على السيستم اللي ماشي عليه الدوله. والحمد لله احنا بنصدر العقار. احنا النهارده عندنا 22 دولة بتشتري مننا، 22 دولة شارية مننا، وان شاء الله في الخطة احنا حاطين في دماغنا نوصل ل 50 دولة في الوقت القريب. يعني تصدير العقار. تصدير العقار طبعا. انا عندي ناس من فرنسا، وعندي ناس من شرق آسيا كتير، وعندي ناس من الصين، وعندي ناس من امريكا كتير، ومن الخليج، ومن المانيا، ومن فرنسا. ان حضرتك بعت؟ طبعا الحمد لله. ما شاء الله. لا مش لسه يعني. لا 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 لا، العاصمه اللي بره العاصمه، يعني اللي بره مصر عارف العاصمه اكتر من اللي جوه مصر. يعني احنا بنبيع يمكن 90% من مبيعاتنا بتبقى بره مصر. بالدولار؟ لا، بنبيع بالمصري، بس هم بيحولوا بالدولار بقى. والتحويل بالدولار. نعم. لا يعني بتدخل دولار للدوله؟ طبعا طبعا طبعا. هو بيبعت ايه؟ بيبعت دولار ويتحول لمصري. ما شاء الله. فحضرتك بتقول اللي بره
شايف العاصمة أكتر من اللي جوه. طبعا هو شايف، وبعدين أو عارف مستقبلها يبقى إيه. مستقبلها لا لا لا، أصل أنا بختار لنفسي عشان هختار للعميل. نعم، فلازم أكون واثق من الحاجة اللي أنا باخدها، لأن أنا برمي مال. صحيح، فاهمني؟ احنا رايح 43 دولة عامل استثمارات بره. نعم، فعارف انا المكان ده بكره هيبقى ايه. اه، فالحمد لله الدولة ماشية في العاصمة باتجاه سليم، واحنا برضك من ساعة ما مسك المهندس الدكتور خالد عباس وهو العاصمة راحة في اصدار شركة العاصمة. يعني نعم، العاصمة سهل لكم اجراءاتكم. هو راجل فاهم ومتفهم كويس قوي، وطالع بالعاصمة وعارف انه هو كل قطعة ارض بتتميز عن التانية. يعني زي ما تقول ايه، يعني حتة قماشة كده بيقسموها عارفين هم رايحين بيها فين. طيب بصراحة رأفت بيه ما بين مصر ودول اخرى حضرتك اشتغلت فيها او بتشتغل فيها، الاستثمار بره والاستثمار في مصر، بتشوف ازاي بيحصل في مصر الاستثمار؟ تسهيلات الدولة بتساعدكم ازاي؟ هل في معوقات ولا لا؟ ايه اللي بيتم في مناخ الاستثمار في مصر؟ بص انا برضك عشان من نقط تشجيع الاستثمار في مصر، ان انا بتكلم برضك ان انا عندي عدد سكان 110 مليون. فعارف انا المستثمر بره مصر اللي هم المصريين اللي هم بره مصر بيبقى هم اكتر فكر اكتر، ففي بيبقى في تسويق اعلى. حتى تلاقي في رجال اعمال كبيره عندنا في مصر، طب ما هو يقدروا يطلعوا بره برضه. نعم، لا الاستثمار في مصر واللي هم عاملينه الصراحه والطرح اللي بيطرحوه بيساعد على ان احنا ننجح اكتر واكتر. يعني لا يعني بره يجي يقول لك بعض الناس يقول لك في معوقات كتيره هنا. هل كمستثمر بتواجه الكلام ده ولا بتلاقي انه بدات الامور تتحل شويه شويه؟ والله برضك البيروقراطية موجودة يعني. عشان موجودة. نكون واضحين يعني كويس. ولكن احنا بنتمنى ان اللي جاي يبقى احسن. تمام، احنا يعني انا مثلا رحت دولة مثلا جورجيا مثلا، بيجي يقول لك انت مستثمر، انا رايح اعمل مشروع عقاري، بيجي يقول لك الارض دي متصممة ارضي وسبعة ورخصتها اهي والديزاين بتاعك اهو والمهندس اهوت، بيجي من الحي وبيشتغل معاك وابدا بقى اشتغل على ابدا اشتغل في لحظتها. يعني فلوسك بتشتغل وقتي في خلال قد ايه بتاخد الرخصه والورق؟ ممكن شهر. شهر كبير. بس بيديك المهندس اللي بيشرف على المشروع من جوه، من عنده. من عنده. اللي هو اللي هينفذ اللوح اللي موجوده كل منطقه بيبقى لها تصميم معين. طبعا. ارتفاعات معينه وتصميمات. وفي فلل بس وفي ارتفاعات معينه. نعم. لكن ممكن خلال شهر. دي تسهيلات الدول بتقدمها. ممكن تكون خلصت كل حاجه في خلال شهر. بالنسبه للمكان ده. جورجيا. جورجيا. عقارات فيها والزراعه فيها على اعلى مستوى يعني الحمد لله. نعم. طيب لو انا هنا في مصر، ايه اللي يعطلني كمستثمر بصراحه؟ ايه اكتر حاجه تضايقني؟ يعني ان انا الحاجه اللي ممكن تخلص في شهر ممكن تخلص في ست شهور في سبع شهور. ست شهور سبع شهور موجوده. لسه برضه. في بعض المعوقات شويه. طبعا طبعا موجوده. احنا بنتمنى بقى يعني الحمد لله هي ما بقتش زي الاول. ولكن بنتمنى ان هي تتشال خالص يعني. لان انا النهارده كمستثمر حضرتك. انا ببقى لافف دول. نعم، فاهمني؟ فببقى شايف النهارده انا تركيا الاستثمار فيها عامل ازاي. جورجيا الاستثمار فيها عامل ازاي. جنوب افريقيا عامل فيها الاستثمار ازاي. انا راجل مستثمر فبلف بشوف انا احط القرش فين. فبالتالي بليه زي بص حضرتك الدوله عيله كبيره. جيب بيدخل وجيب بيخرج. زي انا ما ببص ازاي اسهل للعميل بتاعي. على الدوله تبص ازاي هي تسهل للمستثمر. علشان في الاخر يخش يشتغل وياخد ضرائب وياخد كل حاجة من خلال ان انا بسهل لك وبعد كده هاخد منك. نعم صحيح. لكن لما انا اعقد لك الامور في البداية هم انا همشي واسيبك. فاهمني؟ وهروح المكان اللي هيبقى لي تسهيلات. نعم. فهمتني؟ لا انا النهاردة عشان اقدر اعمل يعني انا اقول لحضرتك حاجة. كم يعني احنا يعني الحكومة الجديدة الحمد لله يعني انا اتبسطت جدا من التغيير الاخير. لان معالي الوزير كامل الوزير مسك الصناعة. انت تعرف عندنا هنا في مصر 2000 مصنع مقفول غزل ونسيج. ومقفولين ليه؟ انت فاهم نقصه ليه؟ فصناعه الغزل والنسيج دي بتبقى عباره عن المليار جنيه يشغل 50,000 عامل. وانا ممكن اعمل مشروع تاني ب 5 مليار جنيه
ويشغل 1000 عامل 2000 عامل. نعم فهمنا قصدي. انا بتكلم على توظيف كتير، فرص عمل كتير. عايزك غزل ونسيج. وصلنا بقى للمرحله ان احنا نهتم بالعماله بتاعتنا. فهمنا حضرتك. فشايف الفريق كامل لما مسك الصناعه انا مبسوط في التغيير الوزاري ده، لانه زي ما عمل في وزاره النقل شايفين اللي مش شايف بعينه يبقى مش عايز يشوف يعني. لا اللي في النقل كويس. يعني حاجه بتسافر بره ده كويس بالنسبه لنا في مصر. طبعا طبعا معديين دول ياما قوي. احنا في اخر 5 سنين احنا بقى ترتيبنا عالي جدا يعني. احنا 18 كان 118 بقى 18. بتتكلم في ايه؟ لا اللي لافف يعني الحمد لله يعرف اللي حصل في مصر قد ايه يعني. يعني الفلوس ديت كان مهم تنفقها على البنيه التحتيه في النقل. طبعا. ما هو النقل ده فيه سياحه. هيخلق لك سياحه، هيخلينا انا لما يبقى عندي النقل متساهل هروح الاقصر في 4 ساعات. بدل ما هحجز طيران واحجز. نعم. انت فاهمني قصدي؟ لا ده هتروح اسوان في 4 مش الاقصر في 4 ساعات يعني. فاهمني قصدي؟ اروح مرسى مطروح في ساعتين، اروح اسكندريه في ساعه. نعم. النهارده خلاص يعني مش شرط الطياره. بقيت اتنقل في كل حته. نعم. انا عايز اقول لك برضك ان في استثمار بناء على الطرق اللي بتطلع دي. ان انا استثمار طبعا يعني الطريق ده ممكن استثمر يمين وشمال. حضرتك الحياه عمرت خلاص. بدل ما كانت صحراء انا بفتح طرق، انا ببيع يمين وشمال الطريق ده باسعار فلكيه غير ما كانت ارض ملهاش بور. كانت بور. صحراء. هي بس كل القصه ان الاستثمار الناس مفكره ان انا همسك الحكم 2 سنين وخلاص يلا بينا خلصت الدنيا. لا الاستثمار ده عايز خطه، والخطه دي هنشوف حصادها 20 30. لان في مليارات كتيره وتريليونات مصروفه في الدوله، مشاريع لسه ما طلعتش للنور. العائد بتاعها لسه ما جاش، لسه ولا دخلت عماله لسه. لسه بننفق فيه عشان تخلص. نعم. فطبعا دي كلها فلوس متجمده لسه يعني لسه الناس ما شافتهاش على عينيها. لا حضرتك رأفت بيه بتقول انه انا كمستثمر لما الاقي طريقه عمل طبعا الاقي هنا يتعمل مشروعات. لو ما عنديش الطريق ده مش هروح. حضرتك انا رايح العاصمه وهي ارض صفراء. اللي هيروح العاصمه دلوقتي هيقول امتى كل ده اتعمل ازاي؟ صحيح. فاهمني؟ لا وما تنساش برضك ان التنميه دي كلها وعندنا حروب في كل حته. يعني برضك اللي لافف عارف. فاهمني؟ احنا في امان وفي سلام، وده بيديك الاستثمار يزيد. انا طول ما في امان عندي انا همسك فلوس هنا عشان استثمر. مطمن البلد دي مستقره. طبعا. ومن احسن لاحسن ان شاء الله يعني. يا رب. بس الناس بس ايه تتحمل شويه، الناس مضغوطه ومن حقها اللي هي فيه ده. صحيح. يعني الناس بص بتكح تراب. يعني زي ما بيقولوا المثل يعني. ولكن اللي جاي احسن. يعني احنا شايفين في تنميه وفي ازدهار وفي مشاريع على ارض الواقع، بس الناس تصبر. ادي الفكره يعني، لان احنا الحمد لله نشوف نفسنا من الدول اللي حوالينا في تنميه غير عاديه حضرتك في البلد. الدوله نفسها مش يعني ظالمه نفسها في الازدهار اللي هي بتعمله. يعني الاسلوب يعني ايه؟ بمعنى انا النهارده مثلا لو جينا محافظه الاقصر. الاقصر دي فيها كذا قريه. النهارده التنميه شملت كل الكره في مصر. ما حدش بيعلن عنها. مليارات بتتصرف في كره وفي محافظات، ما حدش بيعلن عنها. حياه كريمه وغيرها. حياه كريمه وغيرها. واستثمارات غير عاديه بس ما حدش بيعلن عنها. الناس بتسمع التلفزيون في الوحش بس. فالحمد لله الدنيا، البورصه المصريه الحمد لله كانت واصله 6000 بونت. انا بتكلم على النمو الاستثمار حضرتك. نعم. الاستثمار في البورصه ده بيبقى المرايه بتاعه الدوله. البورصه. البورصه المصريه كانت كام؟ البورصه عام. البورصه في اي دوله هي المرآة بتاعه الدوله. يعني احنا ايام الثوره كانت 11000 بونت. نزلت كسرت ال 6000 بونت. بعد الثوره ده 25 يناير. يوم 25 يناير. وبعدها وصلت 5700. 5700 بونت. نزلت انهارت. النهارده كام بونت؟ ايوه وصلنا ل 34000 بونت ونزلنا شويه دلوقتي. ولكن وصلنا 34000 بونت. نعم. فده مرآة ايه؟ ده اقتصاد. شايفه اجابه حضرتك طبعا. امال ايه؟ دي مرآة. هي الفكره بس عشان الشعب اتضغط كتير واتحمل كتير. صح. ف يعني بالنسبه لك ازمات في كل حته. شيء طبيعي. ما احنا الناس مضغوطه. الدوله مضغوطه. احنا في حرب اسمها حرب التنميه. حرب التنميه. طبعا انا النهارده عندي تنميه وعندي مشاكل في كل حته وعندي تنميه كمان. فاهمني حضرتك؟ نعم. بس ف انه اللي بيحصل حواليك ما منعكش ان انت تشتغل وتبدا وتعمل تنميه في بلدك. لا لا لا. وبعدين حتى
موضوع العمله برضك يعني احنا خفض قيمه الجنيه، تخفيض قيمه الجنيه برضك ده ايجابي ولا سلبي عليكم؟ ما هو كل حاجه ليها ايجابي وسلبي. حضرتك انا عشان اخده ايجابي، انا مستثمر انا هبدا اركز على التصدير. النهارده ال 20 سنت بقت فلوس وبره مش فلوس. انت فاهم انا اقصد ايه؟ نعم. فاذا ان انا افتح مجال التصدير احسن فرص استثمار في مصر في الجنيه النهارده قيمته كده، فهو ان انا لما هفتح صناعه هفتح تصدير هنا اقدر يبقى عندي عماله اشغلها، يبقى التضخم اللي موجود بص حضرتك يبدا ينزل انا النهارده لما بفتح مصنع وحضرتك بتفتح نفس المصنع نعم. بيجي العامل انا عايزه وحضرتك عايزه، هو لو بياخد 7 انا هديله 8 عشان يجي لي. نعم. تروح انت رافع 9 عشان يجي لك، ما نعم. انا عايزه وحضرتك عايزه، حتى العامل بيستفاد. نعم. فاهم؟ لكن لما بيبقى العامل الماهر المدرب طبعا انت عايزه وانا عايزه فبيعلى سعره. لكن لما بيبقى المنحنى نازل فهمنا حضرتك؟ نعم. انا عندي 50 عامل هخليهم 40 هخليهم 30 لكن احنا الحمد لله احنا عايزين نبص للحته دي للعماله المصريه، نبدا نفتح لها اسواق جوه مصر نفسها. نعم. لان عشان كده انا بشكر في معالي الوزير ان هو هيمسك الصناعه ينقلنا ان شاء الله يفتح المصانع المقفوله ويفتح يبدا ان احنا نبدا نصدر عشان نستفاد بالهبوط بتاع الجنيه. لازم نصدر عشان نمسك دولار ونشوف الموارد بتاعه الدوله. انا بس بنفق الدولار في ايه واعمل له صناعه هنا بدل ما انفقه واطلعه بره، انا هخليك الدولار اعمل صناعه هنا نعم. انا 110 اوفر الدولار بستورد بيه اشغل بيه ناس هنا طبعا. نعم. انا عندي صناعه الغزل والنسيج دي ماتت من الفتره اللي فاتت دي. نعم. فان شاء الله يكون عليها العين لانها بتشغل عماله كبيره جدا بفلوس قليله جدا، فنتمنى ان الدوله تاخد بالها من الحاجات الصغيره دي. ممكن نقف هنا يا رافد بيه ونطلع فاصل اخير واعود وضيفي الكريم استاذ رافد ماهر يتحدث عن زي ما حضرتك تشوفوا كده ما بين بورصه واستثمار وتصدير عقارات وعماله والعاصمه. قال لك العاصمه فلوسك كلها كسبان مش كده؟ طبعا كسبان طبعاً. ودليل ان انا العاصمه دليل ان انا فيها بعد الفاصل. برجع مع حضراتكم ضيفي الكريم الاستاذ رأفت ماهر. لو انا النهارده حد معاه فلوس فيروح فين؟ يشتري عقارات ولا يروح ذهب ولا يروح للبورصه ولا يروح ايه بالنسبه افضل حاجه دلوقتي؟ بص هو البورصه محتاجه حد فاهم وبيبقى كده بيبقى فيه ريسك مكسب وخساره. مش برشح كده برغم ان انا في البورصه يعني وكده بس مش برشح. الذهب عايز استثمار طويل الاجل. حد مش هيعوز فلوسه قريب. تمام. البنوك انا بعتبرها حتى بره مصر بتاعه المعاشات بتاعه الناس اللي مش قادره تعمل مشاريع اللي ما عندها الصحه تعمل مشاريع. والنهارده البنوك لو ليه ما بيديك 27% ولا 30%؟ ماشي. ما هو التضخم وصل ل 200 و300% فيعني لما تيجي تشوف اللي حط فلوسه هنا بقى ايه الدنيا ايه دلوقتي. فاهمني؟ كويس. خلينا نقوله بس ايه بره ان ما فيش حاجه اسمها فوائد. بره مصر الفوائد 1% 2% نعم. الكلام ده علشان على حاجه 5 في امريكا ده بيساعد الاستثمار. ان انا امسك يعني لو معايا مليون دولار اروح افتح محل بيتزا وافتح حاجات مش هحطها في البنك، هحطها في البنك اعمل ايه يعني؟ فاهمني؟ فده بيساعد على الاستثمار. نعم. اما البنوك ما بتساعدش على الاستثمار ان انت بتحطها علشان عندك ظرف ما او عايز تعبت او كبرت فعندك دخل عايز تعيش منه. نعم. هو ده الفكر بره يعني. نعم. اما العقار بيجمع كل ده، العقار بيجمع كل ده. المهم هو انت بتختار العقار بقى ايه هو اختيارك في العقار. العقار النهارده انا لو عايز دخل شهري فانا هاجره يجي لي دخل شهري. يبقى انا عوضت البنك. تمام. طيب الادخار فيه لما اخد لوكيشن مميز او اخد حاجه وابص الاقي الارتفاع بيزيد كتير. لما اخد مع شركه امينه يعني مثلا بشركه جولدن تاون انا في الاستثمارات بتاعتنا احنا بنحاول نامن العميل بتاعنا. بمعنى بتعمل له بمعنى ايه؟ يعني انا بجيب لك شركه اداره لو حضرتك بتبقى هي المسؤوله عن اداره المول. هي اللي بتعرف بتبقى معانا من البدايه لغايه انتهاء المول وما بعد المول. نعم. في تشغيله.
فدي بتحميك انت كمستثمر، ان انت احنا عندنا مثلا لو في حد مش في خلال 3 شهور ما اجرش احنا بنأجر له، فبنحمي الحته دي يعني. تمام. فالاستثمار بيختلف في العقار حتى من لوكيشن ولوكيشن. يعني العملاء اللي موجودين عندكم بتساعدوهم؟ طبعا. شقته محتاج او بيته او يعني انا احنا من دلوقتي بنفكر ازاي ننجح العميل بتاعنا. واحنا لسه ما خلصناش المولات. ولكن بنفكر ازاي ننجح، عوامل نجاح المول ايه من واحنا هنا دلوقتي. نعم. فاهمني؟ مش القصه ان انا بعمل مبنى وخلاص. نعم. لا، احنا العميل ده بيروح معاك في كل حته، طول ما كسب ونجح معاك انت شغال فين تاني ورايح معاك. نعم. فاحنا بنوفر له عوامل الامان. فالاستثمار النهارده شايفه العقار افضل شيء. طبعا، ما هو موفر لي كل حاجه. النهارده لو الماتيريال غلت بتاعه العقار، العقار هيغلى. نعم. لو الارض غلت، العقار هيعلى. صحيح. فهمنا؟ الدولار غلي، العقار هيعلى. نعم. الدهب غلي، العقار هيعلى. زادت الارض كام في العاصمه من ساعه ما بدات لحد النهارده؟ المتر زاد بكام؟ يعني بقى حتى العادي بقى خدت بكام النهارده بقى بكام؟ يعني انا ممكن اقول لحضرتك احنا كنا بنبيع من خلال يعني سنتين المتر ب 30,000 جنيه وكان بيدفع 10%. المتر اللي هو كان زمان ب 10 جنيه صحراء. انا بتكلم ان هو بياخد حاجه اداري. 30,000 جنيه وكان من سنتين. بتكلم على الدوله بتبيعه بكام ولا؟ لا، بتكلم على حضرتك دلوقتي. المتر حضرتك، احنا بناء ما هي نسبه وتناسب. ببيعه ب 30 اللي هي ربح. لا، انا بتكلم على ان العاصمه دي لما كانت صحراء وارض صحر ما كانش بتجيب حاجه. لولا البنيه التحتيه ولولا التخطيط بتاع الدوله ما كانت هتتباع زي اللي قبلها ب 4 جنيه وب 5 جنيه وب 6 جنيه يعني. نعم. ده حاجه تتحسب. النهارده حضرتك بتقول لي ببيع كنت ب 30,000. ايوه، العاصمه صرف على نفسها. اللي موجود في العاصمه ده مش واخد بالدوله حاجه. احنا بنشتري حضرتك وبندفع فلوس، المستثمرين بتشتري وبتدفع فلوس وبتكمل. مفيش انفاق من الدوله على العاصمه. نعم. تمام. طيب، من سنتين النهارده بقى بكام اللي ب 30؟ زاد النهارده بالستارت بتاعه 90,000. 90,000، وعلى فكره ده بيبقى دافع 10%. فهمنا نقصد ايه؟ نعم. يعني قول لي بقى اي حاجه هتربح ازاي كده يعني. يعني طبعا ده كل ده على المطور، لان الحديد ساعتها كان ب 11,000. نعم. النهارده وصل 60 وحاليا تراجع لغايه 43. نعم. فهمنا نقصد ايه؟ نعم. طبعا اللي اشترى هو اللي كسبان يعني. طيب، هل فكرت في الساحل الشمالي؟ والله احنا ماشيين في مشروع في الساحل في فوكا ان شاء الله. فوكا. منطقه جميله. ان شاء الله جنب سيدي حنيش كده. ايوه، وراس الحكمه. ايوه، المنطقه دي هتبقى ميه غير عاديه هناك. وداخلين ان شاء الله بندرس 109 فدان ان شاء الله، واجهه على البحر 420 متر. فان شاء الله هنعلن عنه المشروع ده قريب ان شاء الله. فنادق ولا كله مع لا بعض؟ فيلل كله. فيلل. فمشروع داخل مع الدولة فيه ان شاء الله. 109 فدان. مش مع الدولة انا. لا يعني هتاخد، ما الارض دي 109 فدان. 109 فدان. اشتغلت في مشروعات قومية مع الهيئة الهندسية، مع شركات اخرى؟ اشتغلت قبل كده وزارة الاسكان. لا، اشتغلت في الصوب الزراعية. صوب. الزراعية. واخدنا كمية كبيرة كويس. هايل. طيب، لو انا قبل ما اختم، وحضرتك بتتكلم على الساحل الشمالي، شايف انه كمان مستقبل للبلد. حاليا طبعا. انت شفت الصفقه الاخيره عامله كم مليار؟ نعم. والاسعار كمان وصلت فين في الساحل برضك؟ طلعت طبعا، الاسعار طلعت بس برضك ده نوع استثمار غير العاصمه. يعني يختلف في ايه؟ العاصمه عندي هتبقى طول السنه. انا هنا بتكلم ده، هنا بتكلم على بحر. ايوه، بس يختلف افضل بس ولا انت مش بيزنس؟ نعم. ده حلو وده حلو. ايوه، ده ليه استثمار وده ليه استثمار. كويس. ولكن انا حاجه بتقول العاصمه احسن ليه؟ العاصمه هتبقى شغاله طول السنه. وبعدين عندي 34 وزاره، كل الوزارات دي هيبقى ليها الدوله كلها هناك، هيبقى ليها زوارها وليها معالمها وليها سياحتها. صحيح. نهر اخضر، مساحه فظيعه. نعم. فهمنا نقصد ايه؟ وعندك اوبرا وعندك مدينه، كل ما يخطر على بالك بتخطيط ونظام بقى. بتخطيط ونظام، نقل الدوله من هنا لهناك. نعم. يعني بتخطيط عالي يعني. نعم. فشايف مستقبل العاصمه في الاستثمار اعلى من اعلى. اعلى من الساحل. بس الساحل هيبقى عندك سياحه وعندك برضو طبعا مش سياحه كده؟ غير عاديه كمان. انت عندك شاطئ. انت احنا الارض المصريه موجوده في مكان غير عادي، جوهره، بس احنا استغلها جوهره طبعا.
طبعا انت عندك كم كيلوات نعم على الساحل، اذا كان البحر الاحمر او البحر المتوسط كمان، احنا شواطئ البحر المتوسط كلها من ناحيه الساحل الشمالي ميه تشوف فيها وشك يعني. صحيح. زي ما بيقولوا يعني. نعم. ميه فيروز كده طبعا، والرمله يعني بس تدخل 100 متر ولا 200 متر جوه على رجليك. الصراحه صحيح. بس نستغل الاماكن دي صح. نعم، محتاجه تسويق اكتر. بس حاليا بيتعمل التسويق، كل حضرتك ما بتعلن عنه اكتر كل الازدهار ما بيكون اكتر، كل ما الناس بتكسب اكتر يعني. انا كل ما بعلن عن منتجي كل الناس ما الطلب بيزيد. ما هي الحياه كلها عرض وطلب حضرتك. نعم. كل الطلب ما يزيد كل الحاجه ما تزيد. نعم. طب العرض يزيد الطلب بيقل. اللي بيجي عند حضرتك النوعيه من جوه مصر يعني، ناس مختلفين طبقات مختلفه من جوه مصر ولا ناس من بره؟ لا يعني من جوه مصر عايشين بره. من جوه او مصريين عايشين بره؟ 90% مصريين عايشين بره. عايشين بره لان هو ده اللي بيغير بالعمله، والعمله بالنسبه له قيمتها ما نزلتش يعني. لو انا باخد 1000 دولار كان ب 1570 يعملوا 5000 جنيه. ايوه. و700 النهارده اذا كان عامل 50 فهي عامل 50، بس هي اسمها 1000 دولار عنده. بس هي بقت ب 50. بصراحة كرجل أعمال ومستثمر شايف إن شاء الله إن شاء الله بكرة، أنا شايف بالنسبة لمصر بس يسيبونا بس بالطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي احنا نكمل ل 20 30 إن شاء الله البلد هتبقى في حتة تانية. وعايزين بس يكون الدولة تاخد بالها من الأولوية في الإنفاق. الأولوية في الإنفاق ومتابعة الإنفاق. الأولوية في الإنفاق ومتابعة الإنفاق. الحتتين دول محتاجين الدولة تاخد بالهم منها قوي عشان نقدر نمشي في طريقنا 20 30 إن شاء الله. الناس كلها حتى المشاريع اللي لسه ما ظهرتش على أرض الواقع هتكون ظهرت، والعمالة اشتغلت والتصدير فتح، والدنيا إن شاء الله يعني. اللي لامس هو ده اللي بيقدر يتكلم، أما اللي شايف الغيامة السوداء زي ما أنت عارف طبعا هو ده اللي هيتكلم عليها يعني. فلازم نكون متفائلين يعني. الحمد لله. شرفتني. الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الف خير.